السلام عليكم، جيتكم عاوتاني بقصة جديدة. انت ولا انت اللي كتسمع ليا دابا، ما تنساش تنزل تخلي واحد لايك وكومونتير وشاركوا القصة في الجروبات ديال الفيسبوك باش هكا تطلع اكثر. بلا ما نطول عليكم اكثر، خليونا نبداو. مشينا غادي وهساكي اللي كبر مني كنسمع غوات الوالد اللي ما كيساليش، كيلومك على اخطاء ماشي ديالك، اخطاء ممكن يكون هو السبب فيها. حطيت الساك في الطوموبيل ومشيت كنجري باش نجيب الساك الثاني. الوالده وخوتي راكبين وكيتسناوني نكمل، كانوا فرحانين حيت واخيرا غنمشيو للمدينه. كملت وطلعت حداهم، الوالد باقي كيتفاهم مع السيد اللي غيوصلنا. كل مره كيحاول ينقص ليه شي حاجه هو كيتعصب وكيقولوا اسيدي الا ما عجبكش الثمن نزلو، وفي الاخر ما لقى ما يدير وركب وهو كيدعي فينا. باش تفهموا اكثر علاش شادين الطريق داك النهار، خليوني نرجع بكم شوية اللور. سميتي نوح، كنت متميز بهاد السمية في ديك المنطقة كاملة اللي عشنا فيها، ماشي غير حيت قليلة ولكن حيت حنا عرب مغاربة وعايشين في بلجيكا في واحد القرية اللي زوينة. كانت عندنا دار كوري صغير فين كنحطو الدجاج والغنم وأرض صغيرة كنزرعوها، هكا كنا عايشين. عندي الوالدة وخوتي الصغار دري وبنت، وحيت كانوا صغار أنا اللي مطلوب مني باش نعاون الوالد. منين كملت 10 سنين وانا كندير شي مهام كبر مني وصعيبة عليا، الوالد كان محتاج لي عاونو. العيشة في البادية ماشي سهلة، كنحسد خوتي مني كنشوفهم جالسين كيلعبو. كنسمع صوت الوالد كيغوت، نوح فينك اجي لهنا. خرجت لعندو بدا كيخاصم عليا علاش كتعطل، معمرني ما عقلت عليه يضحك معانا، ديما مقلق ومريح بوحدو. هادشي كامل بسبب الوضعية المادية ديالنا. داك الصباح كنا خدامين في الارض حتى وقف علينا العم حسان. هاد السيد هذا مفروض هو صاحب الوالد، ولكن الوالد ما كيحملوش وما عندوش معاه، واخا كان ظريف بزاف معانا من ديما كيجي عندنا ضيف وكيتهلا فينا. غير شفتو حبست كلشي ومشيت كنعنق فيه وهو كيضحك وكيقول لي نوح لاباس عليك ولدي، دير غير شي حاجه على راسك راه غضربك الشمس، واخا دخل جيب لي كاس الماء حيت شحفان. دخلت كنجري وكنعلم الوالده باللي حسن جا لعندنا. كلشي فرح حيت منين كيجي كيدور معانا، وانا خارج بكاس ديال الماء سمعتو كيدوي مع الوالد وقال لي ثق بيا المدينه احسن ليك بزاف، كاينين الخدامي ولادك غيكونوا قراب من المدارس. قال لي انا ما باغيش نقري ولادي، بغيتهم يعاونوني لاش والدهم، وثانيا ما غاديش نبيع لك داري وارضي. صافي درتي لاباس في المدينه، جيتي كتعيق عليا. خرجت وعطيتو كاس ديال الماء خداه وهو كيضحك معايا. دابا فهمت واقيلا عمي حسن باغي يشري من عند الوالد الارض والدار وحنا نمشيو نعيشو في المدينه، ولكن الوالد ما باغيش. خرجت الوالده وخوتي كيسلموا عليه ورحبات به باش يبقى يتغدى معانا، ولكن ما كانش باغي يعذبها، بقى معانا غير شي شويه ومن بعد مشى. قلت الوالد بيع ليه الدار وخلينا نمشيو للمدينه، على شويه ما كان غيضربني كون ما هربت ليه. دوزنا ديك العشيه مكفسه، كنت كنشوف الحسد والحقد في عيني الوالد من جهه حسن. سولت الوالده علاش هو كيكرهو هكا، قالت لي هادشي من شحال هادي، حسن كان عايش هنايا معانا منين يلاه تزوجت انا وباك، حتى هو كانت عنده دار في الريف ولكن ما حبش وبقى مقاتل حتى باع كلشي ومشى للمدينه. تزوج بوحده بلجيكيه ودار المحل ديالو ولا لاباس عليه، باك مخاصم معاه حيت حسن نجح وهو لا. الوالد في ديك اللحظه وقف علينا وقال لنا اشنو كتقولوا تماك. نط ودرت لعندو قلت ليه حسن ربي سهل عليه حيت تحرك من بلاصتو، اما انت غتبقى ديما هنايا مدابز مع ديك الارض اللي ما عمر شي حاجه ما صدقات فيها، عايشين غير بدوك البهايم والدجاج. بغى يضربني وانا نهرب ليه، حتى واحد من الجيران ما كان كيحمل الوالد، اكثر واحد مكروه في ديك المنطقه كامله بسبب السلوك العدواني ديالو، وديما معصب وحاقد كيحسد الناس ويغار منهم، وبصراحه ما كنتش كنرضى به. تمنيت كون كان عمي حسن هو الوالد ديالي. بقيت على برا حتى حسيت به نعس وانا رجع ندخل. الوالده كتوصيني غير نفيق في الصباح نمشي نطلب السماحه من الوالد قبل ما يسلخني. قلت لها علاش هذا هو با، علاش هو داير هكا، انا بغيت نعيش بغيت نمشي للمدينه بغيت نقرا، واش غنبقى حياتي كامله مدفون هنايا كنسرح وكنقي الكوري وكنحرط الارض؟ قالت لي غير صبر ولدي، قريب غيكبروا خوتك وغيبقاو يعاونوك. قلت لها الوالده انا مبغيتش خوتي حتى هما يتكرفصوا بحالي، خاصني نلقى شي حل باش نمشيو من هنايا. دخلت وتكيت، اش من اب هذا اللي حارم ولادو من المدرسه. نط في الصباح على صوت غوات الوالد كان كيعيط نوح نوح. نري وقيلا كحلته، خاصني نوض دابا نطلب منه السماحه كيف ما قالت لي الوالده.
خرجنا انا وياها كنجريو، كان مصدوم وكيشوف في الكوري. من طلينا نشوفوا الغنم والدجاج لقينا كلشي ميت. هزني من الارض وقال لي انت اللي قتلتيهم ياك. الوالد كان معلمنا الحلف بالله الا كنتي كتقول الصراحه، حيت الا حصل لك كتحلف على الكذوب يقدر يقتلك. بديت كنحلف ليه وهو يرميني في الارض. الوالده شداتني دار لعند الجيران اللي سمعوا غواتو وجاو كيشوفوا شنو واقع. قال لهم نتوما اللي قتلتوا ليا البهايم، شكون اللي وصاكم؟ حسان ياكو، شحال عطاكم ديال الفلوس باش تقتلوهم؟ تعصبوه وما جايين غير باش يواسيوه، صدقكي عاير فيهم. الوالد بدا كيبكي وريح بيه البهايم اللي ميتين، والوالده كتشوف فيا حتى هي غتشك باللي انا اللي درتها، خصوصا من مورا الهضره اللي قلت ليها البارح. جا الطبيب وفحصهم وقال لهم مع الاسف الماء هو اللي كان متسمم وكلهم شربوا منه. شي حد حط لهم السم في الماء. واش نتصل بالبوليس؟ قال لي لا ما كاينلاش حيت انا عارف شكون. الوالد مقتنع باللي حسن هو اللي مورا هادشي، حتى انا وليت كنشك واش هادي كاع صدفه. بالنهار يجي لعندنا وفي الليل يوقع اللي وقع. دوزنا ايام صعيبه وتزيرنا ديال بصح لدرجه الجيران كانوا كيشفقوا علينا وكيجيبوا لنا المساعدات. واحد المره وانا مع الوالده كنعاونها نزلنا لاكاف اللي عندنا لتحت في الكوزينه، كان حتى شي حوايج ما بقاوش صالحين، وانا لقى باكيه صغيره فيها شي غبره شميتها كنت غنتخنق. سمعت الوالده كتعيط رميتها وطلعت لعندها ونسيت الموضوع. لقيت الوالد مدخل شي ناس كيشوفوا الدار، والوالده كتضحك وكتغمز فيا. ما كنتش متيق بلي الوالد شي نهار غادي يبيع. دوك الناس عجباتهم الدار واتفقوا معاه على كلشي، وداكشي اللي كان الوالد باع الارض والدار وخد الفلوس. درنا مع واحد السيد باش يوصلنا، ديما راه خونا وتحرك بينا وانا مقاداني فرحه. ملي كيشوف فيا الوالد كنخبي ديك الضحكه. اخيرا وصلنا للمدينه اللي ما كانتش بعيده. قال لنا داك خونا غتمشيو نيشان وغتدخلوا مع الشارع غتلقاو الاقامه وتفاهموا مع مولاها. قال لي الوالد واخا شكرا. هزينا السيكان انا وياه والوالده شاد خوتي وتابعانا. سولنا على مول الشقه وحضر لعدنا في الحين. طلعنا كنشوفوها ديور المدينه غاليين، وخا تلقى شي حاجه على قد الحال. الوالد ما لقاش حل من غير انه يشري ولا غمقاو في الزنقه. تكاتب هو وداك الراجل ورجع الدار بسميتنا. وخا كانت كلها مفوتيه، الروبينيات مخسرين، الصباغه مقشره، الاثاث قديم، صبرنا وعشنا فيها. انا اللي كان عندي مهم هو نجيو للمدينه. من مرة ما استقرينا شويه واحد النهار سمعت الصونيط في الباب. مشيت باش نحل لقيتو حسان وتصدمت. قال لي ولدي نوح لاباس عليك توحشكم بزاف. حيت من الباب ودخل. الوالد قال لي باقي عندك الوجه تجي حتى لعندي. قال لي مالنا على هاد الهضره صاحبي العزيز، عرفتكم جيتو للمدينه وجيت باش نسول فيكم، علاش ما بعتيش ليا الارض والدار؟ كنت غنعطيك ثمن حسن من هادوك الناس. ولكن قال لي ما بغينا منك والو القتال، انت اللي خرجتي عليا وقتلتي ليا بهايمي باش نبيع لك الارض وتجيبني للمدينه بزز مني. حسن بقى فيه الحال وقال لي الله يسمح ليك على هاد الهضره، الله شاهد عليا بلي ما عمرني ما فكرت ناديكم ولا نسبب لكم في شي حاجه خايبه. من ديما كنتي كثر من خويا، غير انت اللي راسك وقلبك عامري من جهتي. يمكن ربي عطاني الفلوس وانت لا، ولكن تعطيك وليدات اللي هي اكبر نعمه في الدنيا، خاصك تهلا فيهم. المهم الا احتاجيتوني في شي حاجه على كارت فيزيت ديالي بسلامه. مشى وزدح الباب. الوالده قالت لي هديك الله راه حسن ما دار معانا غير الخير. قال لي اسكتي ما غاداش تعرفي احسن مني، هذاك راه شيطان. كان كيحسب لي الوالد منين جا للمدينه غيدير شي حاجه ويخلينا نمشيو نقرا، ولكن مع الاسف ولا كيصيفطني باش نخدم. واخا كانت الخدمه وخصوصا عند القاصرين مزيره بزاف وممنوعه، ولكن كان خصني نتنكر في حوايج كبر مني. داير راسي غادي نقرا وشكارتي عامره بداكشي اللي نقدر نبيع. بعض المرات كنسى راسي وكندخل وسط التلامذ، حتى من الكارو كنت كنبيعو. كندوز نهاري كامل وانا كندور، وفي العشيه كنرجع. عطيت الوالد الفلوس بقى كيحسب وقال لي صافي هادشي اللي قدرتي تجمع نهار كامل وانت غايب. صوته هو كيغوت كان كيخلعني. قوت العيان عست بلا ماكله. الصباح فقت الوالده حدايا كتلعب ليا في شعري. قالت لي نوح بغيت نقولك واحد الحاجه، نطو عيني باقي مسدودين. قالت لي عقلتي على البهايم اللي ماتوا؟ انا اللي درت لهم السم. تصدمت وسولتها علاش. قالت لي على قبلك ولدي، حيت كنتي باغي تجي للمدينه وكل ما درت هكاك باك ما عمره ما غيبغي يبيع. ومن زهرنا الوالد كان حدا الباب وسمع كلشي، وانا معنق الوالده دخل علينا حتى تخلعنا بجوج. قال لي ها ياك نعيمه، مراه العشره كامله غدرتي بيا. بغى يجي ليها نط وقفت قدامها، زاد تعصب ودفعني وشدها كيضرب فيها. رجعت وقفت
ومشيت شديته وكنقول له بعد من الوالده بعد منا، لصقها مع الحيط وبدا كيضربها وهي كتبكي وكتغوت. خوتي مخلوعين، عييت ما نجر فيه والو، وفي الاخر دفعني ما قدرتش نشد التوازن، بقيت راجع باللور حتى تعكلت وطحت على راسي. كنسمع غير الوالده كتعيط نوح ولدي، الضبابة طاحت لي على عينيا. فقت وانا في السبيطار، الوالده شاده في يدي وكتبكي. سولتها اشنو وقع، قالت لي بلي الجيران عيطوا للبوليس وشدوا باك وانت جبناك السبيطار. عافاك ولدي، ما تقولش ليهم بلي هو اللي دفعك، راك يبقى باك، والا دخل الحبس غنبقاو حنا بوحدنا وما كاينش اللي غيعقل علينا. الله يرضي عليك. واخا داكشي كامل اللي دوزات كانت باقا كدافع عليه. جا عندنا عمي حسن، من مورا ما عرفت بلي ماشي هو اللي قاتل البهايم، رجع من جديد عزيز عليا. كان كيصبر الوالده وكيقول ليها بلي كلشي غيدوز مزيان. داروا ليه جلسه وكل لي عمي حسن محامي. الوالده قالت للقاضي بلي هي اللي جبداتو والخصام وقع بسببها، هي والوالد مفاهمين وكيبغاو بعضياتهم. سولوني حتى انا وقلت لهم بلي طحت على راسي حيت بغيت نهرب منين شفت والديا مخاصمين. سولني القاضي واش شفتو كيضربها، قلت ليه لا، كانوا غير كيتخاصموا وكيتعايروا بيناتهم. دازت الامور مزيانه والوالد ما تشدش، غير هو تحكم عليه بغرامه كبيره. من خرجوه ما شكرش حسن، دوى معاه قاصح وقال لي ما تعاودش تجي لعندنا بعد من عائلتي. ورجعنا لدارنا اللي ولينا كنعيشوا فيها الجحيم معاه، كيعاملنا خايب وخصوصا الوالده بحال باغا ينتقم منا. كتوجد الطبله كيقلبها ليها وكيطيح الماكله في الارض وكيقول ليها وجدي وحده اخرى. طبيعه الحال ما نقدروش نغوتو حيت الجيران ولاو حاضين معانا. واحد المره درت براسي مريض باش الوالده تديني للطبيب، صدقنا خدينا كارت فيزيت ديال عمي حسن وشدينا طاكسي لعندو. كان داير واحد المحل ديال الميكانيك، هذه هي الحرفه ديالو، ومراتو البلجيكيه عندها فرماسيان. من شافني انا والوالده تصدم وفرح بينا، قالت لي عافاك اخويا حسن، بغيت نطلب منك شي حاجه، بغيت ولدي نوح يتعلم يقرا ويكتب، مادام باه ما غاديش يخليه يدخل المدرسه على الاقل بغيتو يتعلم شويه. ضحك وقال لي كوني هاني اختي نعيمه، نوح اصبقى تجي لعندي كل نهار باش تتعلم، عندك تنسى. قلت لي واخا عمي حسن. رجعنا للدار، الوالد كيسول الوالده شنو عندي، قالت لي والو غير السخانه حيت كيدور في الشمس. قال لي عطيني نشوف لوردونونس باش نمشي نشري له الدواء، راه خاصو ينوض في اقرب وقت. تماك الوالده بقات غير كتشوف فيا وكتبلع ريقه، قالت ليه منين بان ليا ولا شويه ما دخلتوش باش يدوز، هكا هما الفلوس اللي عطيتيني. تعصب وجرني وقال ليها انتي بالعاني بغيتي يبقى مريض باش يبقى جالس حداك في الدار. نزلني وداني لواحد الفرماسيان اللي خرجت عنده السيده تصدمات وبقات كتشوف فيه. قال لها ولدي مريض بالسخانه، شوفي وعطيه شي دواء. ما فهمتش كيفاش الوالد كيعرف هاد المره، حتى سمعت سميتي عاد تفكرت مرات عمي حسن. صدقات هي جراتني، دخلنا لداخل وحيدت لي حوايجي وبدات كتقلب فيا، شافتني حاضيها بدات كتضحك. سميتك نوح ياك؟ حركت راسي بقى، قالت لي سميتك زوينه ولكن تقدر تبدلها بنوه. بديت كنطقها معاها حتى شدات الضحكه، قلباتني وقالت لي بلي ما عندكش سخانه. قلت لها عافاك عطيني اي دواء، سمعنا الوالد كيعيط نوح فينكم. خلاتني كنلبس حوايجي وخرجت لعندو، كتجبد شي دوايات وكتحطهم ليه. تعصب وقال لها ديال اش هادشي كامل، قالت لي هذا فيتامين سي وهذا دي. قال لها حيدي عليا هادشي واعطيني غير الدواء اللي هبط ليه السخانه. لبست وخرجت، قالت لي الولد كيبان صغر من السن ديالو، قال التغذيه والنعاس، واش مهليش في ولدك؟ قال لها انت مالك، تهنيت من داك راجلك غتحاسبي معايا حتى انت، من ناقص كاع من هاد الدواء ديالك، خليه عندك. جرني وهي كتعيط ليه بلاتي تسنى غنعطيك الفيتامينات فابور من عندي غير شربهم ليه، غادي يعاونوه ويقويوه. قال ليها منين فابور؟ واخا غناخدهم. جمعت ليه كلشي وخرجنا. صدقات مرات حسن حتى هي ظريفه بزاف، سميتها سيلير. الوالد عطاني يومين ديال الراحه واخا كان خاصني نشرب داك الدواء. نهار الثالث رجعت كنخدم من جديد وخصني رد البال مع البوليس. كندوز محدا القهوه كنسولهم واش شي حد باغي كارو، كاين اللي كيجيه داكشي عادي وكيشري من عندي، وكاين اللي كيشوف هاد القضيه بمثابه اعتداء على حقوق الطفل. واحد هز يديه باش نمشي لعندو على اساس غيشري مني، صدق شدني وقال لي ولدي انا غنعاونك، شكون اللي كيخدمك؟ واش باك ولا امك ولا شي حد كيستغلك؟ دابا غنعيط ليه للبوليس، ما عندك مناش تخاف، كاينين خيريات وكاينين ناس اللي غيتبناو ولاد قدك باش يتهلاو فيهم. اذكر لي البوليس تخلعت بزاف، اول صوره جاتني في بالي هي الوالد كيضرب الوالده حيت ديكلارينا به،
كان شادني من شكارتي وكيصوني للبوليس. استقطلقت لي ديك الشكارة وسمحت فيها ومشيت كنجري. هو كيعيط عليا باش رجع وما حبست حتى وصلت للدار. غير حلت لي الوالدة الباب طاحت بين يديها، بدات كترش عليا الماء وكتقول لي بسم الله عليك ولدي. الوالد خرج لعندنا كيطلع عليا وكيشوف واش تابعني شي واحد. عاودت ليهم شنو اللي وقع، غوت عليا وقال لي علاش سمحتي في السلعه، واش حساب لك الفلوس كنلقاوهم طايحين. ريحنا كنتغداو، الوالده قالت ليه مني ما كنتيش جات عندي سلاره. قال لي اشنو بغات هذيك تاني؟ قالت لي جات غير باش تشوف ولدنا نوح كيف بقى، يمكن حسن اللي عطاها العنوان او اقترحات عليا شي حاجه. الوالد كياكل وكيتسناها تكمل. قالت لي راه بغاتني نخدم معاها في الفرماسيان، ندير الميناج مثلا، نستف معاها الدواء ولا ندير اي حاجه. المهم هي قبلت تخدمني وغتعطيني صالير مزيان اللي غيعاوننا بزاف. تماك حبس الماكله وشاف فيها وهي كملات الهضره، والدراري ديك الساعه يقدروا يدخلوا يقراو. راه عيب ولادنا يكونوا في دوله متقدمه وما كيقراوش. ضرب في الطبله وقال لي هاد الساره كامله كديريها حيت عارفاني الا نتو ضربتك دابا عاوتاني الجيران غيعيطوا ليا البوليس. ملي كنا في الباديه صوتك ما كانش كيتسمع، خصوصا ملي كننزلوا لاكاف لتحت وكنضربك فيه. عليك كنتي باغا تجي للمدينه انت وهاد ولدك، داكشي اللي درتي باقي ما نسيتوش ليك. نزلت عند رجلي وقالت لي عافاك خليني نخرج نخدم على ولادي، انت الا ما بغيتيش انا غنهزهم وانا غنقريهم. دفعها وقال لها تخدمي وعندك مرات العدو ديالي، سيري في حالك قبل ما نتعصب عليك ونربط لك داك الفم ونستق ضربك ديال بصح. ناض دخل وسد عليه الباب، والوالدة مريحة في الارض كتبكي. انا معنقة اشنو غيدير ولد في عمره 12 عام، لا حول ليه ولا قوة، كيشوف فخوتو وامو معذبين وما قادر يدير لهم والو، حتى من باه اللي هو السند ديالو في هاد الحياة ما مسوقش ليهم. كيبقى ناعس النهار كامل وكيصيفطني باش نخدم عليه، كيدير هادشي كله غير ضد فينا، حيت بالنسبة ليه حنا السبب باش شبعنا وجينا للمدينة. وصل الصباح ومشيت عند حسن كيف ما اتفقت معاه. حسن راجل في الربعينات عقليته في شكل، كان من ديما كيعجبني كيفاش كيفكر وكيفاش كيشوف الحياة. ربي عطاه كل شيء إلا الوليدات، داكشي علاش هو ومراتو تبناو ولد تقريبا قدي في السن. كان معاه داك النار في المحل ديالو كيعلمو الميكانيك، وبطبيعة الحال داك الولد كيقريوه، وهذاك كان غير وقت الفراغ ديالو ماشي بحالي أنا. شافني حسن قال لي ادخل يا نوح مرحبا بيك هذا روبن. مديت له يدي كنسلم عليه ولصق فيا داك لاغريس كامل بحال دارها بالعاني، حيت باين بلي ما حملنيش. قال لي حسن باش يمشي صافي حيد حوايجو يدوش. دخل فيا ومشى، عطاني مسحت يدي وريحنا فوق الطبله. كان موجد ليا الفطور، جبت الدفتر السيلو وقال لي دابا غنتعلمو نقراو ونكتبو، انا علمك العربيه الفرنسيه وحتى الهولنديه. فرحت وقلت ليه واخا. بدا كيعلمني الحروف وكيفاش نكتب سميتي، عطاني ستيلو كندرب عليها وكنضحك حيت كنت كنعوج الخط، كنحاول نقلد داكشي اللي كتب حسن وكنجيب الربحه. قال لي يا معليش عندنا الوقت الكافي باش تتعلم، كنوعدك غادي نعاونك. نسيت راسي وانا ما حتى دازو ساعتين واخا كان خاصني نمشي باش نخدم ونبيع. قال لي يا واش انت قدك كيخدموا؟ راه الا حصلوك البوليس غيتشد باك وانت غيصيفطوك للخيريه، فيما تجي لعندي تقرا غادي نعطيك الفلوس، ولكن بشرط تقرا وديها فراسك باش تتعلم. قلت ليه صافي واخا. رجعت للدار فرحان حيت واخيرا غنولي نعرف نقرا ونكتب. كنت كنحس براسي بحال شي امي، كاع الدراري قدي كيقراو الا انا، الا تعلمت نقدر نعاون حتى خوتي. الوالده كانت مدابزه مع الروبيني حيت تخسر ليها عاوتاني، مشيت باش نعاونها استقطت حيد كامل والما طرش علينا، هي مشات طيحات المقاله. الكوزينه كلها عمرات بالماء وبقينا كنموتو بالضحك. سولتني شنو تعلمت اليوم، خديت العطريه وبديت كنكتب بها فوق الارض. قلت ليها هذه هي سميتي. دخل الوالد ومن الخلع عندنا وطيحت القرعه من يدي، تعصب وقال لنا اش هاد الروينه هذه؟ قالت لي هي ما بغيتيش تجيب معلم باش يصلح لنا الروبيني. قال لها وانت اللي بغيتي تعيشي في المدينه وتسمحي في دارك اللي كان كلشي كيدابز باش يشريها مني، يلا جمعي هاد الروينه وانت جيب ليها قليل. داس مدة وحنا عايشين على نفس الحال، كنمشي نقرا عند حسن وكنتلاقى بولدو روبن اللي من الشوفات ديالو كيبان باللي كيكرهني، اما انا كنت باغي غير نتعلم ونقرا ونكتب. كنشوف حتى سيليرا مرة اللي كانت كتعيط ليا بديك السميه نوا، لدرجه ولفتها. وفي العشيه كنرجع وكنعطي الوالد الفلوس. بداو خوتي كيكبروا شويه، واحد المره مريحين شادين الوراق والسيلوات وكنعلمهم يكتبوا سمياتهم.
حصلني وجع ليا. نوح اشنو كدير؟ فين تعلمتي انت هادشي؟ قفقف وقلت ليه غير من التلفازة كيديروا برامج ديال القراية. تعصب وقال ليا ياك كدوز نهار كامل في الخدمة، امتى كتفرج فيهم؟ بقيت ساكت. جرني وقال ليا جاوبني راه كندوي معاك. جات الوالدة كتجري وهي خايفة عليا منه، وقالت ليه صافي غيكون غير تعرف على شي دري وتعلم منه، خلي الولد عافاك. بعدنا ومشى لبيتي. تبعته كنجري لقيتو كيقلب ليا في شكارتي، بغيت نخطفها ليه هزها وقال لي حسن واللي كنتعلم فيه وكنكتب. وقلبو لقاه كامل عامر. قال لي كتمشي تقرا؟ شكون اللي علمك هادشي؟ قلت ليه صاحبي. قرب لعندي وهو كيعاود نفس السؤال، شكون اللي علمك هادشي؟ باغي تخرج عليا؟ يعرفوك ما كتقراش وكتخدم وغيجيو يداوني من هنايا. الوالد كان عارف نقطة الضعف ديالي واللي هي الوالدة، شدها من شعرها. تخلعت وخفت لا يضربها، وقلت ليه لا والله ما كاين شي حاجة. ما كنتلاقى بتا شي دري، راه عمي حسن هو اللي علمني نكتب. من سمع سميتو زاد تعصب وجاش نقع عليا من حوايجي. هز مع الحيط، انت البرهوش ديرها بيا انا. جمع يديه وحطها ليا على حنكي وبدا كيعفس بيها وكيدخلها ليا في وجهي، وانا كنطلبو باش يطلقني والوالدة كتبكي وكترغبو. رماني وقال لي ولكن انا عارف شنو خصني ندير. خرج حيت عرفتو غيمشي لعند حسن المحل ديالو اللي كان قريب لينا، كان عندو كليان ومشغول معاهم. حتى دخل عليه الوالد بحال شي عجاجه كيدوي معاه بالدارجه. انت باغي تقري ليا ولدي انا؟ الكليان تخلعوا، قال لهم صافي كونوا هاني، الطوموبيل غتوجد في الوقت. خرجوا هما كيدوروا يشوفوا في الوالد اللي كان عاد ما كيزيد يتعصب. قال لي تهدن وجلس وخلينا نهضروا. بقى كيضرب برجليه البياس لي محطوط تماك. يا قلت لك بعد ليا من ولدي ومن عائلتي، مره تجي مراتك تقول لمرتي تخدم عندها، مره تجي انت تصدعني، ودابا بقى لك غير ولدي في الحساب. كتغير مني حيت ما عندكش الاولاد؟ قال لي كنغير منك، وكنقول يا ربي علاش عطيتي الاولاد لواحد اللي ما مهليش فيهم؟ العكس ديالي انا، اللي كون كانوا عندي غنعيشهم احسن عيشه. انت راك مريض وما تستاهلهمش. ديك الهضره زادت شعلات الوالد وهو يبدا يهرس لي في المحل وكيطيح البيدوات ديال ليسانس. عيا مع حسن باش يتهدن ولكن والو، لدرجه هرس لي الزاج ديال الطوموبيل الكليان اللي جا لعندو. ساري لا عيطات البوليس وجاو شدوه وداوه، وهاد المرة مشى فيها الوالد ديال بصح. داوه الكوميسارية. وصلتني انا للدار. الوالدة منين عرفت هادشي بدات كتبكي، قالت لها سالي راه حتى لين غتبقاو عايشين في هاد الحقرة؟ واش ما كيبقاوش فيك ولادك؟ انت تقدري تخدمي وحنا غنعاونوك انا وحسن، ما غنسمحوش فيك، خليه يتربى، ربما الحبس يرجع ليه عقله شوية. تعانقوا وصلي راه كتغمزني. وبالفعل رفع حسن شكاية بالوالد وتشد. الوالدة بدات كتخدم مع مراتو في الصيدلية، وخوتي كيمشيو للحضانة، أما أنا دخلوني للمدرسة. كنت كنحس براسي مجمك وسط لامد لي تماك. وخا تعلمت شوية من حسن ولكن المستوى ديالي كان ناقص بزاف. منين كنبدا نقرا ولا كندوز شي امتحان شفوي كلشي كيبدا يضحك عليا وعلى اللهجة ديالي. اللغة كتخرج ليا مخربقة وكيبقاو يتنمروا عليا. في الأول كنت كنصبر، ومن بعد وليت كندابز معاهم. عيط المدير للوالدة وجا معاه حتى حسن، حيت ما كانتش كتعرف الدوي مسكينه. قال لهم الولد مع الاسف مكلخ بزاف وعاد كيدابز ليا مع الدراري. حسن تعصب وقال لي انت يا حسره راك مدير، كيفاش كتقول على تلميذ مكلخ؟ انا شرحت لك الظروف ديالو باللي دخل المدرسه معطل، انت كمدير خاصك تلقى شي حل وتخلي الولد يندمج بين التلامذ. حسن واخا هكاك كان دماغ، عارف الحقوق والواجبات والقوانين ديال البلاد. خلى داك المدير غير كيشوف ولا خايف وكيسايس معاه. خرجت معاهم والوالدة كتشكرو حيت جا معانا وعاوننا. قال لي هذاك الواجب ديالي، نوح راه بحال ولدي. قلت لهم انا مبقيتش باغي نقرا، ما غنرجعش لهاد المدرسة. رميت الشكارة ومشيت كنجري، هربت ليهم غادي وكنمسح في دموعي. طلعت لواحد القهوة كانت في الطابق الفوقاني، كنت كنتسلت وكنطلع ليها وكنوقف نتفرج في المدينة من التحت. السربايا ما كيديو ما كيجيبو حيت كنوقف حدا شي طبلة. بقيت مسكي وكنتحسر على حياتي، علاش انا ماشي بحال الولاد العاديين؟ يكون معايا الوالد والوالده وخوتي ونتعلم حتى انا نقرا ونكتب. بالصدفه كانت سيليرا تماك مع شي صحاباتها وشافتني. عاد السرباي ود الحرام حسب الكونسوماسيون اللي في الطبله وعرف بلي انا ماشي معاهم. شدني وقال لي انت شنو كدير هنايا؟ من حوايج البساط كنبان ماشي ولد لي لاباس عليا، داكشي علاش المعامله غتكون باحتقار. جرني وقال لي زيد نزل من هنايا. منين طلعتي وكيفاش دخلتي؟ بغيت تخرج عليا؟ كون شاف ولد نقي قدامه ولابس زوين كون راه تعامل معاه مزيان.
ناط سيليرا وجات لعندنا، قالت لي طلق من الولد راه معايا تماك مرق، وقال ليها سمحي لي مادام. عنقاتني وقالت ليها نواش شنو كدير هنايا؟ مشاو صحاباتها وريحنا بجوج، عرفتني هربت لهم من المدرسة، عيطات الحسن وعلمته بلي راني معاها باش ما يتخلعوش عليا. قالت لي خذ اللي بغيتي، حطات لي الموني قدامي ولكن ما عرفتش نقرا. اول حاجه بانت لي قدامي قلت ليها بغيت هادي، انا كناكل وكنت نخصص. عاودت ليها كاع داكشي اللي كيوقع لي في المدرسه، وبقات كدوي معايا حتى تهدنت وقلبناها ضحك. من بعد خرجنا وداتني باش نشري الحوايج، واحد المحل واعر، بقات غير حال فمي. شرات لي سروال تيشيرت سبرديله وحطات فلوس صحيحه فيهم، بدلت الشكاره داتني حسنت شعري تهلاص فيا ديال بصح. من بعد رجعنا للدار، وقبل ما ندخلو قالت لي وعدني يا نوح فيما تكون مقلقك شي حاجه جي لعندي وعاود ليا وانا غنعاونك. قلت لها صافي كوني هانيه. مع دخلت للدار الوالده بدات كتعنق فيا حيت خلعتها. رجعنا انا وياها وخوتي، العيشه بلا الوالد في شكال عاوتاني. 6 شهور باش دخل الحبس، ما كرهتش يهدي الله ويتبدل. وجدات الوالده العشاء وانا كنقري خوتي وكنا فرحانين. من بعد مشينا باش ننعسو، غد لي ضرباتني الفيقه وانا كنحس بشي حد مريح حدايا. حليت عيني وانا نلقى الوالد وتصدمت. وصافي خرج قال لي انا رجعت ولدي نوح. قلبي بدا كيضرب وانا نعيط على الوالده اللي غير شافته قربات طاح في الارض. نسينا كاع شحال تحكم عليه. قال لي جيبي لي اولادي بغيت نشوفهم توحشتهم. واش الوالد زعما يكون تبدل؟ جرني نطو عن نقصو، جاو حتى خوتي تا هما درعهم. حطات الوالده الفطور وهو دوش وجريح معانا. قال لي توحشت داري والجلسه معاكم، علاش ما كنتيش كتجي تزوريني؟ قالت لي هي كترعد الخدمه، كنت كنخدم باش نقدر نعيش ولادي. خو اتاي كياكل وكيشرب وكيشوف فينا، ما كتقدرش تعرفو فاش كيفكر وشنو تحت راسو. وصلت وقت المدرسه، جالينا الترونسبور وعرفنا بلي ولينا كنمشيو نقراو. الوالده دوات معاه بلي تي هي احسن، راه ولاو كيمشيو باش يقراو وانا كنخدم. انت غير ارتاح مع راسك، غتكون خرجتي عيان. قال لها جلسي ما غاداش تمشي للخدمه، انا اللي غنخدم دابا، راني خرجت من الحبس ما كاينلاش تكرفسي. يلا نتوما نوضوا سيروا لقرايتكم. ما كنتش باغي نخلي الوالده بوحدها معاه، خاطري ما عطانيش، ولكن هي ضحكات وقالت لي يلا ها ولدي راكم تعطلتوا. نزلت معاهم وركبتهم وطلعت حتى انا في الترونسبور الثاني ديالي. من خرجت من المدرسه كنت مولف كنمشي لعند الوالده للفرماسيان يعني، وكندوز عند حسن من بعد. ولكن هاد المره لقيت الوالد هو اللي في الفرماسيان يعني، وهو اللي كيدير الخدمه للوالده. كانت سيليرا مربعه يديها وكتشوف فيه وباينه بلي ما مرتاحاش. قربت كنتصنت، قال لي اشنو ياك ما بغيتي مراتي هي اللي تبقى تجي لعندك؟ من اليوم انا اللي غنخدم على مراتي وولادي. قالت لي ما عنديش مشكل، مهم تكون راجل وتهلا في عائلتك. القضيه غتصدق كبار من داكشي اللي ضربت ليه الحساب، حيت الوالد طلع كان كيبغي سيليرا قبل ما يتزوج الوالده، ولكن اختارت صاحبو حسن. دابا عاد فهمت العداوه اللي بيناتهم، داكشي قديم. مشكلة هادي غينوض الصداع دابا ديال بصح منين يجي عمي حسن. مشيت لعندو وعيط ليا نوح اجي اجي شوف لي هاد الطوموبيل شنو المشكل اللي فيها. بجانب القرايه وليت كنسرق الحرفه من عمي حسن، كيعلمني انا وداك ولدو روبين. قربت للطوموبيل وكيبان بلي خاطري مخسر، ما دويتش وما قلتش ليه المشكل. خديت الساروت وبديت كنقاده، هو ربع يديه وضحك ودار اشاره لروبين باش يتعلم مني. هو طلع لي الدم ومشى خرج. جرني حسن وقال لي صافي صافي برافو عليك ما عندي ما نقول، غير هو كتبان لي مغير، واش عندك شي مشكل؟ قلت ليه راه الوالد خرج من الحبس. بقى ساكت واخا كيخبي انا عارفه، وحتى هو كيقول بينه وبين راسه غيبداو المشاكل عاوتاني. قال لي واخا خاصك تضحك ماشي تقلق دابا، بكره رجع كيف ما كان الحال كيبقى الوالد ديالك وخاصك توقف معاه. في العشيه غنجيو لعندكم باش نشوفوكم. قلت ليه واخا. قلتها للوالده قالت لي علاش حتى دابا عاد علمتيني؟ انت عارف بلي باك غيتعصب الا شاف حسن. باقي ما كملاتاش حتى سمعنا دقان في الباب، مشيت باش نحلو لقيناه سبقنا وحل الباب. كان حسن وسيليرا، تصدم من اللي شافو. كنا كنتسناو الغوات ينوض ولكن خلاهم باش يدخلوا. ريحنا مجموعي، الوالده حطات القهوه، حسن بدا الهضره. ما كنتش باغي نوصلوا لهذا الشيء كامل، ولكن كنتمنى تكون درتي عقلك، مراتك ولادك محتاجين ليك. تماك الوالد صدمو، انا بغيت نشكرك على الخدمه، مسكينه سيليرا خدماتني عندها في بلاصه مراتي حيت عيات، اليوم بقيت معاها النهار كامل.
تماك وجا حسن ولا مفيكسي وقف وقال ليه لا ما غاديش تخدم عندها، الا بغيتي تخلي نعيمه هي تخدم مرحبا، ما بغيتيش ما يمكنش ليا نخلي مراتي معاك. ناض الصداع عاوتاني وتماك عرفتو مع الاسف باللي الوالد ما تبدل فيه والو، ويمكن عاد ما زاد حماق كثر في داك الحبس، ما بقاش كيخدم مع سليرة وفي نفس الوقت ما رجعش كيقول لي خدم اولا شي حاجه، قال لينا بلي لقى خدمه مع شي حد وصافي. المهم عنده هو نكمل قرايتي، وبطبيعه الحال كنمشي عند حسن بالتخبيه منه. واحد العشيه رجعت ودخلت، الوالده ما كانتش، بان لي الباب ديال البيت محلول، وحصلت الوالد شاد شي وراق وسيديات وشي تخربيق كان مخبي عنده ديال اش داكشي. ملي دخلت تخلع وجهو كان كله عرقان، قال لي علاش دخل عليا كنقولك بقى الدق. قلت لي فين مشات الوالده، قال لي وانا مالي غتكون غير الفوق في السطح ولا مشات تجيب خوتك، خبى داكشي. وخرجنا انا وياه، شعلت التلفازه وبقى مقابل غير واحد القناه كدوي على شي احزاب معارضه منوضين بالباله في البلاد. انا كنقراو مره كنهز راسي ونتفرج، ما فهمتش علاش الوالد كيتصنت لهاد التخربيق. غوت عليا وقال لي واش شوف كتبتك علاش كتفرج. دخلت الوالده في ديك الساعه مع خوتي، ريحات وهي شاده في قلبها، خدات الماء كتشرب فيه، سولها مالكي، قالت ليها شي واحد كان تابعني من المدرسه خلعني بزاف لدرجه وليت جايه كنجري. قال لي شكون هذا وكيف داير الشكل ديالو؟ قالت لي واحد لابس كلشي كحال ومغطي كيبانو غير عينيه. قال لها صافي من اليوم انا غنولي نجيب الدراري، شي حاجه كاينه وخصنا نعرفها. المدير المدرسه ولا داير معايا مجهود، وسط الاساتذه باش يتهلاو فيا ويردوا معايا البال، ما بقاوش على الاقل كيتنمروا عليا، ولكن حتى انا كنت كنصدمهم بالاجتهاد ديالي. داغي بدات كتدخل ليا اللغه الراس، وخا هكاك بقيت مبعد وما درتش الصحاب. مشيت باش نعاون حسن اللي كان دابز مع ولده، ما كانش باغي يمد لي حتى الساروت. قال لي ضفاري ولا مو سخين، صحابي كاملين كيضحكوا عليا، هضروا بين الاصل ديالو بلجيكي. طبيعة الحال خداوه من الخيريه ملي كانت عنده 5 سنين، يعني هو عارف بلي غير تبناوه، كانوا كيعاملوه بحال ولدهم ولا اكثر، ولكن هو ديما كيعصبهم وكيبعدهم عليه. قال لي نوح جيتي في الوقت، حيت شكاتي لبست الطابليه وبديت كنمد ليه وكنخدم معاه، كل مره كنتعلم شي حاجه جديده منه. كملنا ومشينا باش نغسلو يدينا، وهو يسولني فاش خدم الوالد. قلت لي صراحه ما عرفتش. تعجب كيفاش ما عرفتيش، ضروري يكون قال لكم على الاقل فاش. قلت لي لا ما بغى يقول لينا والو عمي حسن، راه خصني نمشي دابا. تعطلت، حل المجر ودور معايا كيف العاده، وعاد تحركت طالع العماره وفرحان بديك الفلوس، حتى كنسمع الوالد كيدوي مع شي حد. قال لي راني دويت معاك، ما تعاودش تتبع مراتي، خليو عائلتي في التيقار. قال لي انت عارف الرئيس كيخاف علينا وعلى راسه، كيخصنا ضروري نديرو التحريات ديالنا، دير في بالك بلي المعلومات اللي مخبين عندك راهم خطر بزاف، الا طاحوا في يدين شي حد ما غيتسناناش غير الحبس، يقدروا يصفيوها لينا كاع. نسمع ديك الهضره القتل تخلعت، كنت غنطيح من الدروج. سمعوني ودرت براسي عاد طالع. ضحك معايا داك الراجل اللي كان كيخلع، قال لي ولدك هذا الله يحفظه لك. مشى والوالد بدا كيغوت عليا، اش هاد القاعده الخايبه فيك؟ واش سمعتينا كنقولوا شي حاجه؟ حركت راسي بلا. في الليل كنتعشاو حتى سولته الوالد انت فاش خدام، طاحت ليه المعلقه من يديه ودار كيشوف فيا، طاح في باله مباشره باللي سمعته هو وداك الراجل القبيله وهما كيهضروا. وانا نسبقو قلت ليه عطاونا في المدرسه هاد الاستماره وكنعمروها بالمعلومات ديالنا، داكشي علاش سولتك. الوالده درت ليها ربات بيت، وانت شنو غنكتب ليك؟ قلب الوالد مات وعاود رجع للحياه في ديك اللحظه، قال لي قول لهم عامل وصافي، كل مره فاش كنخدم بصحتكم العشاء انا شبعت. ما عرفتش علاش كنت كندير هكا، كنقلب على العصا ديال ايامات زمان. الصباح كيف العاده نزلت خوتي ركبتهم ودرت انا باش نمشي، لقيت داك الراجل نفسه خونا ديال البارح المجمد ليا في ركابي، هربت هو يتبعني. انا تخلعت من الشوفات اللي كان كيدير فيا، وجهه كيخلعني بلا والو، بقيت كنجري. وقفت الترونسبور وركبت فيه وهو ما لقى ما يدير. الشيفور كيشوف فيا من المرايه، قال لي نوح واش بخير مالك كترعد؟ كاع التلامذ بقاو كيشوفوا فيا وكيضحكوا. ما عرفتش كيفاش دازت ديك الحصه، الوقت كله وانا كنفكر في داك خونا. خرجت باش نمشي لعند حسن، حتى خرج قدامي، وهاد المره قبل ما نغوت ولا نهرب جرني وسد ليا فمي، حيد القب وقال لي تهدن انا ما باغيش ناديك، انا غير خدام مع باك وجيت باش نعطيك شي امانه توصلها ليه، علاش خفتي مني وعلاش هربتي؟ واش درت لك شي حاجه؟ قلت ليه لا، ولكن علاش كتبعني فيما مشيت؟ جبت الفلوس وقال لي خذ هادو راهم ديال باك، وصلهم ليه،
حيت انا مدابز معاه تخاصمنا وما قدرتش نعطيهم ليه. انت ولد وانا ثقت فيك وعطيتهم ليك، شديت دوك الفلوس اللي كانوا كتار بالنسبه ليا، مبلغ ماشي قليل. قلت ليه شكرا، ولكن فاش كتخدم انت والوالد بقى كيضحك وحط يدي على كتفي. سميتك نوح ياك، خليك نوح ولد صغير وبعد على داكشي اللي كبر منك. داف قرايتك واخا، حركت راسي بواخا ومشيت. ما قدرتش ندوز عند حسن، وصلت للدار دخلت نيشان عند الوالد اللي قبل ما يغوت عليا عطيتو دوك الفلوس. منين عرف بلي داك خونا هو اللي صيفط معايا الفلوس وجهه ولا صفر. الوالده شاف ديك الفلوس كامله ما عرفت واش تضحك ولا تخلع. قالت لي منين جاك هادشي كامل؟ تعصب وناض كيسب فينا وخرجنا بجوج بينا من تماك. الشك ديالي زاد كبر، ولكن شنو نقدر ندير؟ الغد لي طاح في بالي عاوتاني نصبح مريض باش ما نمشيش للمدرسه. الوالد خرج بكري والوالده نزلت خوتي للترونسبور. استغليت الفرصه ودخلت البيت ديالو كنقلب، حليت الجهه ديالو، جبت دوك الوراق كنلقى شي حوايج عندهم علاقه بالحسابات. داكشي ما فهمتش ليه، واحد التصاور ديال شي رجال اللي كيبانو رجال كبار ديال البلاد، واحد شي عيالات ما فهمتش ديالاش داكشي وعلاش الوالد مخبي عنده. جمعت كلشي في واحد الخنشه وقررت نخبيه، ما بغيتش خوتي ولا الوالده توقع عليهم شي حاجه. باين بلي الوالد داير شي مصيبه من نهار اللي دخل الحبس وخرج، رجع في شكل ما بقاش كيتضارب معانا ولا كيصيفطني نخدم. داك الهدوء ديالو عرفت بلي غتبعو شي عصيفه. وعاد داك السيد اللي فيما مشينا كيخرج لينا، مرتاحيتش ليه، بقيت كنقلب وكندور في الدار بحال الحمق. حتى شفت واحد المحبق كبير ديال البلاستيك، هزيت ديك النبته قلعتها من البلاصه وخشيت داكشي كله تماك، ورجعت للسقطه بشويه ديال الكولا باش ما يبان والو. دخلت الوالده وقالت لي يا نوح علاش نايض راك مريض يا ولدي؟ جراتني لبيتي وسمعتها كتقول هاد باك هذا الله يهديه كيخرج وكيخلي الدنيا مرونه، خاصني نوجد راسي شنو جاي، ولكن ما كاينش حل اخر. بقيت النهار كامل مع الوالده. حسن وسلير عرفوني مريض وجاو باش يشوفوني، وبزربه مشاو قبل ما يرجع الوالد. ولكن سالي راه عاوتاني عاقت بيا كنكذب، ما ديرهاش بيها. جابت لي الدواء معاها، الوالده لاحظات بلي غير ساهي وكنفكر. حاولت نتلاها بشي حاجه، شعلت التلفازه لقيت ديك القناه عاوتاني وانا نمسحها من البروغرام بمره. دخل الوالد وجاب خوتي معاه، كان هاز حلوه. قال لي اليوم عيد ميلاد ولدي نوح وبغيت نديرو حفله. الوالده تصدمات ولكن فرحات، جا كيعنقني وانا كنشم فيه ريحه الشراب. دخل لبيتو كنتسنى نسمع غواته ولكن ما وقع والو. طليت عليه بان لي حيد حوايجو ونعس. في الليل الوالده مسكينه وجدات العشاء وقادات الطبله. هذه اول ليله غنجلسو مجموعين وغنحتفلو بعيد ميلاد شي واحد. لبسنا حوايجنا بحال عندنا العيد. الوالد فاق وجريح معانا، تعشينا وشعلنا الشمع حتى سمعنا الطقان، وكان الطقان بالجهد سكت ليا القلب. الوالده كتشوف في الوالد اللي هز موس من الطبله بحال كان خايف. ناط باش تحل الباب شدها ورجعها، قال لها جلسي. قالت ليه شكون اللي جا كيدق علينا في هذا الوقت؟ كان كله كيترعد، خوتي كيبكيو وعنقتهم عندي، دوك اللي على برا بقاو كيقولوا غتحلوا الباب ولا غنفرعوه، معاكم البوليس. الوالده تلقات منه وناضت كتجري. بالفعل دخلوا ثلاثه من البوليس وراونا اذن ديال التفتيش. الوالد لاح الموس من يديه، قال ليه ياك لاباس اسيدي، مالكم مهجمين علينا خلعتونا؟ ولدي الكبير اليوم عنده عيد ميلاد وكنا فرحانين به، شوفوا الحاله اللي وصلتونا ليها. قال لي كنعتذر، ولكن جاونا بلاغات وشهود شافوك في الحزب الازرق اللي كيهدد وكيستهدف شخصيات مهمه في البلاد وخاصنا نتاكدوا. عطى اشاره رجاله باش يدخلوا يقلبوا. الوالد في ديك اللحظه قرب يسخف، كيشوف غير في البيت ديالو، مشاو كيقلبوا فيه وهو كيقول لهم راه ما عندي والو وهاد الشهود غير كيكذبوا عليكم. قال لي البوليسي واخا دابا نعرفوا. شاف الوالده وقال لها مدام رجعي انت ولادك للطبله باش ما يتخلعوش. قالت لي علاش خليتو لنا شي خاطر باش نحتفلوا؟ جراتنا كاملين ورجعنا. كيبانوا لي البوليس كيرونوا لنا الدار تحت المخاد الزرابي، اي بلاصه قلبوها فيما كيدوش شي حد من حدا داك المحبق. كنت خايل باللي غيحلو كيف ما درت انا، ولكن حتى شي واحد فيهم ما طاحش على بالو. الوالد فهاد الاثناء صفار وعرق حيت كان خايف ديال بصح. قلبوا كلشي، خوتي كانوا معنقين الوالده وكيبكيو. كملوا قالوا ليه الشاف راه ما لقينا والو. الوالد تماك ما عرفوش يفرح ولا يتصدم، قال لي واخا سمحوا لنا على الصداع، وانت راك غتبقى تحت المراقبه ديالنا، رد البال راسك ومسيه سعيده، تصبحوا على خير. مشاو، سد الوالد الباب وهو كيدير شي شوفات ديال الحماق،
قصد نيشان البيت بدا كيجبد في الحوايج. تبعته الوالده وحتى انا، قالت ليها وقول لي علاش جاوا البوليس، اشنو داك الحزب اللي دواو عليه، واش بصح شافوك واقف معاهم؟ قول لي يا بعدا علاش كتقلب، رونتي لنا الدار كامله. انا شاد فيها، بدا كيرمي داكشي في الارض وزاد تعصبات عليه، شداته وغوتات احبس شنو كدير. خرج فيها عينيه، يا غتبعدي مني ولا غنصدق ضربك في هاد الليل. وقالت وحشتي العصاياك. بقى كيجبد في الحوايج حتى خوال ماريو كامل كيدوي غير بوحدو، فين هما فين هما فين درتهم؟ شويه هو يشوف فينا. جا قصد الوالده، فين خبيتي ليا داكشي ديالي؟ انت اللي هزيتيه من ماريو. قالت لي بعد مني انا ما خديت لك والو، فين عمرني قربت لك الحوايجك؟ شويه جا لي انا وقال لي نوح انت اللي خديتي لي الوراق والسيديات ياك ولدي. حركت راسي بالله، ضرب يديه مع الماريو حتى قفزنا بجوج بينا. قال لي ها راهم غيقتلوني يا نعيمه غيقتلوني. هي غير مصدومه وكتسول شكون هما. انا بدات كتوضح لي الرؤيه وعرفت الوالي شنو كيدير بالضبط والخطر اللي حاط راسو فيه، وحتى حنا معاه بدا كيرغب فيها. وهي كتبكي وكتقولو بلي ما عندها والو، كيبكي بحال شي دري صغير اللي خايف من الاستاذ اللي يضربو. شويه وقف وتبدل ورجع تاني داك الوالد اللي قبل ما يدخل الحبس بدا كيضرب فيها وكيقول لها سكتي. وانا بيناتهم كندفعو، وفي الاخر جمعتنا كاملين عندها في البيت وسدينا عليها الباب. هو متكي وكيدوي غير بوحدو، راهم غيقتلوني اشنو غندير دابا انا؟ الا خرجت لعندو وعطيتهم ليه غينوض لينا مشكل وغيضربني، من الاحسن نبقى مخبيهم حتى نشوف فين غيوصل بهذا الشيء كامل. غير وصل الصباح خرج، سمعت الوالده فيقاتنا وناضت. مشاو خوتي كيلبسوا وهي كتجمع، قربت لعندها وقلت لها الوالده بغيت نقول لك شي حاجه. سولتني شنو هي، مشيت لك المحبق وبقيت كنقلع فيه حتى تحيد وجبد دوك الوراق والسيديات. تصدمات وجات كتشوف فيهم، قالت لي شنو هادشي وشنو فيه؟ قلت لها ما عرفتش، ولكن الهضره اللي قالوا البارح البوليس هي اللي كاينه. الوالد منتمي لواحد الحزب، وعلى حساب ما شفت في ديك القناه هادو ناس خطر ومطلوبين العداله، كيقتلوا شخصيات كبار في البلاد على اساس كيفسدوا الدوله وكيسرقوها، وما عاجبينهمش القوانين. وهاد الناس من مختلف الديانات كيجمعهم هدف واحد وكيصفيوا لاي واحد فاسد. شدات فمها وهي كتبكي، قلت ليها واش رجعوهم الوالد؟ راه قالك غيقتلوه الا ما عطاهمش ليهم. قالت لي لا وياك، وما تقولش لي انت اللي خديتيهم، الحل هو نحرقوهم ولا نلوحوهم في شي بلاصه ما يلقاهم حتى شي واحد. ما تخافش يا ولدي انا راه معاك، تعانقنا وبجوج بينا كنا خايفين. ما كانوش البوليس بوحدهم اللي غيدخلوا لدارنا ويرونوها، ولكن حتى دوك اللي خدامين مع الوالد. جا داك خونا اللي كان كيتبعني ومعاه ثلاثه اخرين، حنا مجموعين وكنترعدوا. الوالد واقف حداهم وهما كيقلبوا الدار. قال لي طلعتي غدار بديتي كترجع اللور ولا شنو؟ واش نسيتي علاش تعهدنا في الحبس باش ما عمرنا نخونوا بعضياتنا؟ قال لي والله ما خنتكم، راه ما عرفتش كيفاش دوك الوراق تهزوا ليا من الدار، انا خبيتهم بيدي. شويه هو يدور شاف فيا وحنيت راسي وتم جاي لعندي. قال لي السلام نوح، حنسولك وجاوبني بصراحه، انت اللي قلبتي في حوايج باباك ياك؟ دفعته الوالده وقالت لي بعد ليا من ولادي، راه هو اللي خدام معاكم بيناتكم، اما ولادي خط احمر. اكيد حاك وقال ليها واخا لالا غير تكالماي، عشنا الرعب ديال بصح ديك الايام. عرفتي شنو هي تكون غادي وكتحس بشي حد تابعك؟ اي بلاصه دخلتي ليها كيبانوا لك شي وحدين حاضينك من البعيد، لدرجه تولي تشك في الناس كاملين كيشوفوا فيا واخا يكونوا ماشي هما وما عندهم حتى شي علاقه بيا. غادي وكندوي غير بوحدي، شكون نتوما وشنو باغين عندي؟ بعدو مني. جريت للدار نيشان وانا نطلع في الدروج، ولقيت الوالد مريح ومخبي وجهو والدم بدا كيقطر في الارض. حيت ليه يديه كانوا صالخين وديال بصح، وجهو كامل مضروب. سولني واش عندي داكشي، ما جاوبتوش وطلعت كنجري. عاودت الوالده وبقات متشبته بنفس الهضره. الاحداث مع الاسف ما غاديش تحبس هنايا، من جهه البوليس ومن جهه اخرى دوك رجال الحزب واحد النهار غنفيقوا فيه مصدومين، حيت لقينا الوالد جمع حوايجو وخذا وراقو وهرب من هنايا. ما بقاش ليه الحس ولا الاثار. كان صوني وليه تليفونه طافي. قلت لي والدة واش يكونوا قتلوه؟ قالت لي لا باك خواف وماشي راجل، جمع حوايجو ومشى. كون قتلوه علاش غيدي معاه ساكو؟ ما تخافش يا ولدي انا غادا نهنيكم من دوك الكلاب، ما حدي معاكم ما تخافوا من والو. تقت بهضره الوالده داك النهار ويا ريتني كاع ما تقت. تواصلت مع داك خونا وتلاقات به، خدات معاه الوراق والسيديات وقالت لي بلي لقاتهم مختار تسلمهم ليهم في بلاصه ما تعطيهم للبوليس. ضحك وقال لها برافو عليك، وزادته معلومة مهمة،
انها ما قلباتهمش ولا قراتهم، حيت هي اصلا مرأة أمية ما قارياش. وبما انكم دابا خديتوا اللي بغيتوا بعدو مني انا ومن ولادي، خليونا نعيشوا حياتنا. داك الراجل اللي خدام معاكم راه هرب، سيروا قلبوا عليه ولا شوفوا شنو نديروا. قال لها واخا مدام، شكرا وكوني هانيه. رجعت الوالده وكانت مخلوعه، حيت شجاعه كبيره اللي دارت باش تلاقى بهم. كانت كتقول باش نحرقوا داكشي، ولكن منين هرب الوالد ما بقى عندنا ما نديروا من غير هذا الحل. قلت لها صافي، هنا غيسالي كلشي وغنرجعوا نعيشوا كيف ما كنا من قبل. باش كان الوالد في الحبس، ولكن مع الاسف اللي جاي ما ضربتش ليه الحساب. مرها بيومين وانا في المدرسه جا المدير وقال لي نمشي معاه للمكتب، غير حل الباب وانا نشوف البوليس، نفس البوليسي اللي جا عندنا للدار. بقيت واقف والمدير كيقول لي ادخل يا نوح. دخلت وريحت مقابل معاه. قال لي نوح، سمعت باللي واخا دخلتي المدرسه معطل كتقرا مزيان، ما عندي ما نقول، الا بقيتي بهذا المستوى غادي يكون عندك مستقبل زوين بزاف. شوف يا نوح، عارف هادشي اللي غنقول لك صعيب، قرب لعندي وشد فيا. هادي ساعتين مع الاسف اتصلوا بنا على قبل حادث سير خطير، مشاو ضحيتو ثلاثة ديال الناس، وهاد الناس بقى كيشوف في المدير وجاته صعيبه باش يقولها. كملها وقال لي هاد الناس هما الوالده ديالك وخوتك الصغار بجوج. تماك حسيت بحال الارض حبسات بيا، ما بقيت سمعت حتى شي كلمه موراها، ودنيا بداو كيصفروا. بديت كنتفكر غير الذكريات ديالي معاهم، شريط حياتي كيدوز كله قدامي. حتى فيقني صوت البوليسي من جديد، لقيناهم مضروبين وطايحين. الحادثه كانت عنيفه بزاف، جات على اضرار في الشارع كامل، بحال شي حد اللي كان قاصدهم. لومبيلونس وصلت في 3 ديال الدقائق، ولكن مع الاسف لفضوا انفاسهم الاخيره وما قدرناش نعتقوهم. واش عندك شي حد مسؤول عليك من غير باك؟ حيت ما لقيناش. بقيت غير ساكت. المدير قال ليه كاين واحد السيد سميتو حسن، فايت ليه جا لعندي، اتصلوا بيه وانا باقي مريح ومصدوم. جميع الاحوال كانوا غيقتلونا، سواء عطيناهم الملفات ولا لا، ولكن كيفاش عطاتهم خاطرهم يديروها؟ مرا لا حول لها ولا قوه وجوج ولاد صغار. شويه كنحس بشي حد عنقني، كنعرف هاد الريحه مزيان، ريحه سليره. حتى حسن كان جا كيدوي مع البوليسي وكيمسح في دموعه. بقات فيه بزاف الوالده وخوتي، داوني معاهم لدارهم. ما عرفتش شحال ديال الوقت وانا ناعس، كل شويه كيجيو البوليس كيسولو، ولكن ما كنت كندوي مع احد، لدرجه جابوا لي طبيب نفسي. دفنات الوالده وخوتي، والوالد ما حضرش ولا بان ليه الاثار، بحال والو كاع يكونوا صفاو عليه حتى هو. من بعد موت درجع ليا النطق وعاودت البوليس كلشي، ولاو مكلفين واحد باش يبقى رد ليا البال، كيبقى قدام الباب حيت ديك الايام حبست القرايه. ولكن من بعد شهرين رجعت كنقرا، وفي نفس الوقت كنتلقى حصص ديال العلاج النفسي. حسن وسلارة وقفوا معايا ديال بصح، كانوا دايرين جهدهم باش يوفروا لي اجواء مناسبه اللي تخليني نشافى من ديك الصدمه، واخا كانت صعيبه عليا وصعيب نساها، ولكن هذا هو قانون الحياه. شنو ما وقع واخا تقطع على راس كلشي، الجسد ديالك منين كيعيا ما كيعقلش عليك ولا في شنو كتفكر ولا شنو الحزن اللي كتعيشه. كتوصل واحد الوقيته كيبدا يستغيث بيك، وانت خاصك تغديه وتخليه يرتاح، وهادشي كيتسمى غريزه البقاء. عاد بديت كنرد البال باللي وليت عايش مع حسن وسليرة اللي عطاتهم المحكمة ترخيص باش يتبناوني ونكون ولدهم الثاني. روبين بطبيعة الحال ما كانش باغيني نجي نزاحمو ونتقاسم معاه والديه. مريح وسليرة كتحسن ليا شعري، كتشوف في المرايا وكتضحك. ما لاحظتيش باللي صوتك بدا كيتبدل هاد الايام؟ وحتى الملامح ديالك دابا سالات مرحلة الطفولة وغتدخل في الشباب. بقات معايا حتى خلاتني نضحك. مشيت للحصة ديال الطبيب النفسي اللي كان كيستعمل معايا التنويم المغناطيسي باش نتعالج. غير كيغمض ليا عيني وكنبدا نتفكر وكنوض مخلوع. خرجوني على برا وبقات هي معاه، قال لي كوني هانيه. دازو عندي حالات صعيبه بحال نوح ولا اكثر منه، ولكن في الاخر تعالجوا، ديما الحل كاين مادام عنده والدين بحالكم. حاولوا حتى نتوما من جهتكم وانا غندير جهدي كامل. شكراتو وخرجت لعندي وتحركنا. حتى حسن كان داير الدور ديالو كاب، وهادشي ماشي جديد بالنسبه ليا حيت من ديما كان كيوقف معايا، كان ساند ليا منين كان الاب البيولوجي خارج التغطيه ولا كيديني معاه للجامع باش نصلي وكيقريني القران. اما روبن ما بغاش يسلم وكان متبع ديانته، كتشدو الغيره منين كيشوفنا داخلين بجوج بينا والزرابي تصله في يدينا. كنريحو في الطبله وسيليرا كتحط لينا العشاء، وهي كل شويه كتجي تعنق فيا، كنحس بهم كيبغيوني ديال بصح. جاو من بعد البوليس لعندنا و
وعلمونا بلي الحزب كامل تشد كاع الاعضاء ديالو. كنت كنتسنى يقول لي حتى الوالد، ولكن قال لينا بلي هو الوحيد اللي ما لقاوش ليه الاثار لحد الساعه، لا حي ولا ميت. اصلا ماشي مهم عندي، عندي اب واحد وهو حزان، كلهم تشدوا وكلهم تحكم عليهم حكم مؤبد مع الاعمال الشاقه. واخا هكاك هادشي ما غاديش يرجع ليا الوالده وخوتي، ولكن على الاقل عارفهم تشدوا وغادي يدوزوا اللي بقى ليهم من عمرهم في الحبس. ولا حسن كيديني معاه بزاف في الكراج، ولقيت متعه كبيره في الميكانيك عكس روبين اللي كيخدم فيه غير بزز. كنت موازن بين الخدمه والقرايه، الوقت كيدوز بزربه حتى لقيت راسي وصلت لعشرين عام. اخيرا تخرجت ودخلت الجامعه، روبين تبع تخصص ديال الصيدله بحال ماما، اما انا فوليت خبير ميكانيكي. وكيف ما بغات تكون هالطوموبيل كنصلحها وكنرجعها جديده، قدرت حتى نتعالج بشكل نهائي وليت فرحان من مرة ما كنت فاقد الامل في حياتي. كملت الخدمه وحسن كيجي باش يتاكد، ما بغيش يعترف باللي وليت احسن منه. قال لي يا واش غادي نقول لك، خدمتك ما بيهاش، اش غندير، المهم راك كتعاوني شويه وصافي، وانا خصني نكمل اللي بقى. جاب شيفون ومسح واحد الطبعه صغيره من الزاج، شاف فيا وتفرقعنا بجوج بينا بالضحك. عنقني وقال لي انا مفتخر بك يا ولدي، عارف باللي في ظهري راجل، واخا نمرض ولا نموت المحل غيبقى في امانتك وغنكون مرتاح عليك. بس لي يديه وقلت ليه الله يطول لي في عمرك. خديت شكارتي وتميت غادي وانا فرحان كنشم في الهواء النقي، ولا لقيت اي كلب ولا مش كنجري معاه. الحياه قصيره والواحد كيعيش ويبروفيتي فيها. وصلت للفرماسيا دقيت ودخلت، خبيت وجهي مورا الورد، غير شافتني بدات كضحك وقالت لي يا نوا ولدي اجي عنقني توحشتك. مشيت عطيتها الورد وعنقتها، قلت لها حتى انا توحشتك، اليوم السبت اشنو بان لكم ديروا شي خرجه هاد الليله. روبين تعصب حيت كان واقف حداها، قال لي يا واش ما كتشوفش الوالده كتخدم معايا، راني عندي امتحانات. الا كنتي انت مسالي سير خرج بوحدك. هاد الوقت كامل ما قدرناش نتفاهموا ولا يتقبلني كفرد جديد من العائله، واخا كنت داير جهدي كامل باش نتقرب منه. قلت لي صافي صافي اخويا بلا ما تقلق، انا غادي نخليك في راحتك. بس لسالي راه يديها وهي كضحك، بغيت نخرج ما رديتش البال ودخلت في شي وحده شديتها حيت كانت غادا تطيح. ديك الثواني المعدوده عيني جات في عينيها، ما عرفتش شنو وقع ليا. قلت لها سمحي لي ما شفتكش، بانت لي يديها مجروحه. جا روبين كيجري وقال سيليرا تجيب معها المعقم والفاسمه دواو لها ديك الجرحه. سيليرا كتسول ليها شنو وقع ليها، قالت ليها غير طحت وتجرحت. روبين كيشوف فيها باينه بلي عجباته، قالت لينا واش كتعرفوا شي ميكانيسيان قريب من هنايا، طوموبيلتي حبسات وما عرفتش مالها. قال لي انا كنفهم في الميكانيك. قالت ليه سيليرا اش كتفهم، خليك مع كتوبتك نوح، انت اللي غتكلف بهاد المهمه، هذا الاختصاص ديالك. ضحكت وقلت لها واخا. خرجت معها، طوموبيلتها بقات بعيده، تمشينا حتى وصلنا لتماك ناري على حديده عندها كتبان هاد البنت لاباس عليها. عمرني في حياتي ما صلحت شي طوموبيل بحال هادي، اصلا ما عمرها ما جات عندنا للكراج. بقيت مبهوض بها، قالت لي واش عجباتك، قلت لها واعره بزاف، خليني نشوفها مناش المشكل. بديت كنقلبها عرفت شنو كاين داغي، سولتها واش عندها شي حاجه اللي نخدم بها، قالت لي اه كلشي في الكوفر. جبت داك الساك خديت الساروت وبديت كنحل شي بياس قاديته. خدات لي تقريبا ربع ساعه، ومني جربتها ديمارات وهي فرحات بها وقالت لي شكرا بزاف عتقتيني. جبت ديك لاكارت فيزيت ديال المحل وقلت لها مرحبا بك في اي وقت، انا والوالد ديالي احسن جوج كيصلحوا الطوموبيلات في هذه المدينه كامله. بعد تخلصني قلت لها اعتبري هذا اشهار باش تجي لعندنا المره الجايه. ركبات وهي عينيها في عينيا، ديمارات ومشات. تلفت نسيت على راسي حتى فيني انا. وصل الليل وحنا كنتعشاو، روبين قال لي اشنو درتي مع ديك البنت، قلت لي اش من بنت، قال لي واش مكلخ ولا كديرها بالعاني، البنت اللي جات عندنا للفرماسيان. قلت لي صلحت لها الطوموبيل ومشات فرحانه، عطيتها لا كارت فيزيت ديالنا باش ترجع لعندنا. عرفتي عندها واحد الحديده واعره بزاف اخر ما كاين، صدقات لاباس عليها. حسن كيضرب على كتفي وقال لي ولدي ما كاينش بحالو، انا مفتخر بك ما عمرك ما حشمتيني. سولني روبين واش ما عرفتش شنو سميتها ولا فين عايشه على الاقل. قلت لي واش بغيتيني ندير مع البنت لونكيت، ما جاتش. بقى كيسب فيا وكيقول لي ناري على مكلخ، وانا ما مسوقش ليه وكنموت بالضحك. الجامعه كنت كنمشي لها غير باش نتسارى نشوف صحابي والكراش ديالي ونرفز الاستاذه وندير اشهار المحل ديالنا. ما دايرش بالي كاع في القرايه حيت باغي نكمل في الميكانيك. دخلت
ريحت حتى كنسمع وحده كتقول لي عافاك راك جلستي لي على صاكي. قلت لها سمحي لي ما شفتكش. سرطات لي الهضره منين هزيت عيني وبانت ليا كانت نفس البنت، حتى هي بقات كتضحك ملي شافتني. مدات يديها انا ايميلينا، قلت لها وانا نوح. طبيعه الحال نطقاتها كيف ما كتنطقها سيليرا نوا، ولكن ما فهمتش كيفاش بنت لاباس عليها كتقرا فلافاك عاديه بحال هادي. انا في العاده ديالي كاع ما كنركز في القرايه، ولكن ديك الحصه بالضبط كانت هيت اخر. كل شويه كندور كنلقاها كتلعب بشعرها كتقيس في وجهها ومركزه مع الاستاذ. سمعت سميتي وانا نوقف، قال لي البروف نوح. واخا تعاود شنو كنت كنقول دابا؟ كلشي بدا كيضحك عليا، عرفوني غنجيب الربحه. ناري ما لقى فوقاش يدير لي هاد الاحراج. بديت كنكحب وهو يقول لي يلا سير بيدوي وانت بحال كديماري الطوموبيل. كلشي عارفني هنايا شنو خدام، وحتى هي بقات كتموت بالضحك. في الاخر قربت حدايا وبدات كتكسب ليا اشنو نقول. صدقت ما فهمتش كتابتها. المهم كلشي شبع عليا ضحك داك النهار، وانا ما متسوقش وكنضحك معاهم. جرى عليا خرجت خديت قهوه وريحت برا. اصلا كانت كملات الحصه غير سبقني عليهم وصافي. بانت لي خرجات وبحال كتقلب على شي حد. شافتني وجات لعندي، خدات حتى هي قهوه وريحت معايا. بنادم كامل حاضينه، ولا بغيت نقول حاضيه هي بالضبط. قالت لي انا جيت باش نقرا هنايا حيت التخصص اللي باغا ما لقيتوش في الجامعات الاخرين، وعاد مليت من دوك الناس اللي عاجبهم راسهم. البنات كيمشيو غير باش يديروا عروض الازياء بحوايجهم، والدراري كيمشيو غير باش يبان كل واحد على الاخر بالمكانه الاجتماعيه ديال والديه. عيت من دوك الاجواء. خرجنا واقترحات عليا توصلني، ومن بعد عطاتني السوارت وقالت لي نسوق بها. طبيعه الحال ما قلتش ليها لا، غادي صايق وكنضحك بحال المسطي وهي حدايا حتى هي كتضحك. حسيت بالوقت داغي داز وداغي وصلنا للدار. قالت لي الا بغيتي شي نهار نقدروا نخرجوا انا وياك. اش هاد الزهر كامل اللي تكب عليا في خطره واحده، ولكن ما قدرتش نحيد عيني عليها ديال بصح. من بعد نزلت وفي ديك اللحظه روبين شافها وهي ديماري ومشات، خلاتني واقف وحاضيه حتى فيقني من الحلمه وقال لي واش هذيك هي نفس البنت ياك؟ قلت لي صدقات كتقرا معايا في الجامعه. اليوم كان اول نهار ليها، كلشي بقى حال فمو فيها، شحال ظريفه ومتواضعه. وصلتني وعطاتني انا نسوق بها. بقى كيسولني شنو سميتها. سالي راه سمعت نداويا وروبن عاود ليها شنو وقع، وقالت لي شوف غدا ملي نتلقى بها عرض عليها تغدى معانا ونيت نتعرفوا عليها. روبن فرح وعنقها وقال لي الله يحفظك ليا انت اللي كتفهميني. مشى لقرايته وطلعت انا للدار. كان حسن مركز مع شي فواصير، شافني حطهم وقال لي على سلامتك ولدي. قلت لي شنو داكشي؟ قال لي والو غير شي وراق وصافي. واخا ما خلانيش نقراهم خديتهم ليه، لقيتهم كريديات. ويلي واش الدين كامل علينا؟ قلت لي علاش كنتي كتاخد قروض ياك عايشين مزيان؟ قال لي راك عارف لا المحل ديالي ولا الفرماسيان سيليرا ما كيدخلش مدخول لي مزيان. النص ديال الفلوس كيمشيو غير في الكرا والسلعه اللي كنشريو، وعاد المصاريف ديال الدار والقرايه ديال خوك حتى من الطبيب النفسي ديالك باقي لحد الساعه كندفعوا ليه فلوسه حيت كنا خدينا قرض. دورت وجهي ويجي لعندي. لا ولدي عافاك اسمح ليا ما قصدتش نقلقك. قلت لي لا لا انت عندك الحق، انا اللي ما رديتش البال. واخا كنبقى النهار كامل معاك في المحل وكنشوفك شحال كتدخل، اسمح لي ان شاء الله غادي نعوضهم لك كاملين. انا غنخرج نتمشى شويه. دخلت لبيتي خديت شي حاجه وخرجت. الازمه ديال حسن وسالي راه كبرات، كيفاش ما لاحظتش هذا الوقت كامل باللي كيعاني وعندهم مشكل مادي؟ حتى من روبين ما مسوقش نهائيا. وصلت لذاك الحي وقلبي كيضرب، الصور الماضي بداو كيطلعوا لراسي حتى الاصوات. بقى الاقامه كيف ما كانت كاع ما تبدل فيها والو. طلعت جبت الساروت اللي هزيته معايا، ترددت بزاف قبل ما نحل الباب وفي الاخر حليته. كانت الدار كامله مغطيه بليزور. دخلت كنتمشى بشويه وكنشوف جهه بجهه. تماك كانت كتوقف الوالده وتماك كيجلسوا خوتي الصغار، كنشوفهم كيضحكوا معايا بحال باقيين حيين. عمرني ما قدرت نجي لهاد الدار من نهار اللي ماتوا. شويه وانا نحس بشي حد حط يدي عليا، ملي درت لقيتها واحد الجاره. واخا كبرت وتبدلت عقلات عليا وعرفاتني بما اني حليت الدار ودخلت. سلمات عليا وسولتني على احوالي، قلت لها مزيان. طلبت منها باش تحط الدار للكرا ويلا جا شي حد يتصل بيا. قالت لي واخا ولدي كون هاني. نازل وكنمسح في عيني. وصل الليل، روبن كيتعشى وكيتفرج ويضحك، وسالي راه وحسن غير مقلقين وكيخمو وما باغينش ينكدوها علينا. دار لعندهم وقال لهم خاصني شي فلوس. عندنا بحث مهم،
قالت لي سيليرا شحال خاصك ولدي؟ منين طلب المبلغ تصدمات، اما انا تعصبت ونط ليه. واش ما كتحشمش؟ شوف والديك طايحين في ازمه وكتطلب ليهم الفلوس. ناضو هو معصب وقال لي وشكون وصلهم للازمه من غير الحصص ديالك الغاليه باش تعالج نفسيا، حيت مات لك امك وخوتك. ما شعرتش براسي حتى مشيت لعندو واش نقص عليه باغي نضربو. ناضو هما كيجريو ودخلوا بيناتنا كيفكو. حسن تعصب علينا بزاف، ما عمرنا ما دابزنا وما عمرني ما فقدت السيطره على راسي بحال اليوم. من ديما كان روبين كيستفزني وكيدير اي حاجه باش ندابزو، ولكن بسبب مهدئات اللي كنت كناخد كانت كالمه وكنت هدل لواحد الدرجه ماشي عاديه. داك الغضب اللي كان عندي كله تكبت لداخل ديالي وتغطى غير بالدواء ديال النعاس. واش دابا منين قطعتو غيبانو من جديد دوك الاعراض؟ ما بقيتش كنشعر. نقطه الضعف ديالي هي شي حد يدوي لي على الماضي، على داكشي اللي كيضرني. حسن ما قدرش يحبسني وانا نضرب روبين حتى طاح الارض. جات سيليرا وصرفقاتني. نوح دير عقلك، واش كتضرب خوك؟ تماك عاد رجعت للوعي ديالي وعرفت راسي شنو درت. حسن دفعته على الحيط وكان مقصح، وروبين طايح في الارض وشاد في وجهه كيشوف فيا. هربت وهي كتعيط عليا، بقيت كندور في الزنقه بوحدي. عمرني ما كنت هكا، شكون هاد الدري هذا؟ ما عمرني ما ضربت شي حد، يعني هاد السنين كلها وهاد العلاج والدوايات والحصاص ما نفعوني بوالو، كانوا غير كيخبيو شنو عندي. وصلت 12 ديال الليل وعرفتهم غيكونوا نعسو. دخلت كنتسلت لبيتي، تكيت وهي تجي عندي سيليرا كتغطي فيا. قالت لي اسمح لي يا ولدي حيت ضربتك، ولكن ما بغيتكش تخاصم مع اخوك، نتوما راكم خوت وحنا كنبغيوكم بجوج. ما ديرش بالك انا وحسن غنلقاو شي حل. ما قدرتش نجاوبها، درت براسي ناعس. الغد ليت حركت لافاك، لقيت ديك اليمينا كانت واقفه بوحدها وكلشي عاوتاني كيشوف فيها. من شافتني فرحات وقالت لي يا نوح واخيرا جيتي، راني قنطت. من شوفها عرفتني ماشي هو هذاك. دخلنا لونفي الحصه كامله وانا مرفوع، كل شويه كنقلب تليفوني واش وصلتني شي ابل من عند ديك الجاره زعما باش تقول لي بلي الدار غادا تكرا، حيت محتاج ضروري الفلوس باش نعاون حسن وسليرا. قالت لي واش كتسنى شي ميساج مهم؟ قلت لها اه. كملت ديك ساعتين وخرجنا، خليتها حيت باقي عندها حصه اخرى وانا بغيت نرجع في حالي. شويه حتى تفكرت ورجعت لعندها وقلت لها سليرا عارضه عليك اليوم الغدا، مرحبا بك عندنا في الدار. فرحات وقالت لي واخا علاش لا. خرجت من لافاك بنادم مولف داك نوح اللي ديما ضاحك ضارب الدنيا بركله وما مسوق لوالو. مشيت للشقه عاوتاني، قاديت اعلان كبير وعلقته في الشرجم باش يبان البنادم. صورت الدار كامله وحطيتها في واحد الموقع ديال الكراء. رجعت لقيت اليمينا وصلات ودخلوها، كانت حشمانه وسط منهم. شافتني عاد بدات كضحك زعما راه معرفه. سلمت عليها وريحت. روبين ما كانش مسالي ليا هاد المره باش يدابز معايا، عيني غير خرجوا على البنت. سيليرا كتحط الغدا وكتسولني فين كنتي وعلاش خرجتي من لافاك، وليتي كتهرب من قرايتك، ما كنتيش مع باك في المحل، اذا فين مشيتي؟ صافي يا سيليرا واش هذا الوقت باش تخاصمي عليا؟ انا ماشي ولد صغير. ريحت حداها وبدات كترحب بيها وتقلب ليها يديها. واش باقا كضرها؟ تغدينا وحسيت باللي عجبها الحال بزاف معانا، اما انا ما عشتش اللحظه، كنت غير ساهي ومتوتر وكل شويه كنطلع على التليفون. بدات كتعاود ليا شكون هي وشكون باها، وصدق عنده اوطيل في المدينه. نقز روبين وقال ليها واش ممكن نلقاو شي خدمه عنده؟ حنا بصراحه عندنا ازمه، خويا نوح كان مريض وكيتعالج نفسيا ودابا كنخلصوا داكشي اللي كيتسالنا. تماك بديت كنحس براسي كنغلب الاعصاب، كيديرها ليا بالعاني، عارفني باللي ما كنتش كنرضى شي حد يعرف هادشي. سيليرا عرفت المشكل غيكبر وهي تدخل وقالت لي اه الا ممكن روبين ونوحي يخدموا نص نهار مثلا، حيت راك عارفه ما بغيتهمش يخرجوا من قرايتهم. قالت لي اه واخا غندوي مع بابا وغنلقاو ليهم شي بوستات مناسبه. حسيت بها تصدمات ملي عرفت شنو عندي، حتى انا ما بقيتش حامل راسي، ولكن سيليرا بزات عليا باش ننزل معاها ونوصلها. نزلنا وهي باغا تقول شي حاجه، باغا تسولني وتعرف مناش كنت كنتعالج، ولكن ما قدراتش. ركبت وهي كتبسم ليا ومشات. طلعت باش ندابز مع روبين، لقيت حسن وسيليرا سمعوه الهضره وقاموا بالواجب. بالفعل اليمينا دوات مع داك السيد اللي مكلف بلوطيل ولقاو ليا بلاصه انا وروبين. كندخلوا الباجاج ديال الناس وفي نفس الوقت كنعسوا على برا. شكرناها بزاف، هاد الخدمه غادا تعاوننا ولو غير شويه. روبين بطبيعه الحال ما خدمش باش يعاون، ولكن غير باش يثير انتباه اليمينا ويبان واعر قدامها ويتقرب منا. كنت كنحس براسي ماشي هو هذاك، بحال باقا شي حاجه ناقصاني.
داز السيمانه والخدمه غدا مزيان، كنحاول نمشي لافاك واللوطيل ونعاون حتى حسن اللي كيبقى بوحدو، ما كنلقاش الوقت باش ارتاح فيه، وعاد خصني نطلع على سيليره. روبين ما بقاش كيمشي عندها نهائيا، كيدير السبب الخدمه والعيا في لوطيل وبلي عندهم امتحانات. دخلت لقيتها واحله مع الدوايات كتستف فيهم، مع قصيره معذبه مع السلوم. مشيت خديت كارطونه منها وهي كضحك وقالت لي كنعقل باش كنتي قصر مني، كيفاش كبرتي هكا؟ داغي داز الوقت، انا غنمشي باش نوجد لي قهوه. مشات وانا كنستف دوك الدوايات حتى كيبان ليا نفس الدواء اللي كنت كنشرب مده هادي باش قطعته، كان في الصراحه كيهدرني بزاف. ما قدرتش نصبر وخديته وخبيته تحت من حوايجي. كملت تستاف وسليرة باقا داويه معايا وانا كنجاوبها، وجدات لي قهوه شربتها معاها وشكراتني حيت تفكرتها. كنت باغي غير فوقاش نخرج من عندها ونشرب داك الدواء. بالفعل غير خرجت جبت واحد الحبه وضربتها، خبيته في شكارتي ومشيت للدار باش ارتاح. في 4 ساعات بدا المفعول ديال الدواء وكنحس بيه كيرخيني لدرجه داني النعاس. ضرباتني الفيقه، لقيتها العشيه، هادي لقيتها فين كيجي كلشي. واش انا نعست حتى لهاد الوقت؟ حسن اليوم غيقتلني حيت ما رجعتش لعندو. كنت باقي بحوايجي، تحل الباب ودخلوا وهي كتقول ليه غيكون مسكين نسى، راك عارف الضغوطات عليه. شافوني مبوق عرفوني كنت ناعس، قلت لهم غير عييت اليوم بزاف ونعست. سلارة كتعنق فيا، ارتاح ولدي راني عارفك عييتي. الدواء في الايام الاولى كيدير النعاس بزاف، داكشي علاش بديت كنضرب غير نص حبه باش نقلل من الاعراض، ولكن بالمقابل تهدنت ورجعت نوح ديال ديما ضحك وخالق الجو. واقف انا وروبين كيف العاده كنتغاوتو بيناتنا حتى وقفت الطوموبيل كحله. نزل واحد الراجل مع إليمينا، يعني هذا هو باه مول لوطيل. كيبان الراجل مخمخ النيت، كلشي كيحتارمو. مشينا لعندو باش نرحبو بيه هو يرمي لينا السوارت في الارض. صدمني التعامل ديالو، لا علاقه مع بنتو، اللي حشمات من التصرف اللي دار باها معانا. تحنيت وخديتهم، كان غادي شويه رجع لعند روبين وقاد ليه داك البابيون اللي في عنقه وقال ليه الا ما عارفش تلبس مزيان جلس في داركم. شداتني الضحكه وهو تعصب. دخل هو وبنته وقال لي هذا ماله؟ قلت لي هادو هما الناس اللي لاباس عليهم، هكا كيكونوا. حتى انت يكون كان عندك اوطيل غدير نفس الحاجه. روبين ما فهمت تلعبه حيت شافني ما تعصبتش. دوزنا نص نهارنا ومن بعد مشينا. من تلاقينا بإليمينا طلبت منا السماحه، قالت لنا الوالد ديالها شويه عنصري وكيشوف راسو احسن من كلشي حيت عنده الفلوس، وبلي ما كيحملهاش ملي كيشوفها كتواضع مع الناس. المهم من هادشي كامل كان عندها لانيب وعرضت عليا باش نجي ونجيب معايا حتى روبين وسيليرا وحسن وحتى شي وحدين من اللي كيقراو معانا، حيت هي ماشي اجتماعيه وما كتعرفش الناس اللي هنايا بحالي. قلت لها صافي كوني هانيه. وصل داك الويكاند، روبين مشى شرا كوستيم بالخلصه ديالو كامله، فعوض ما يعاوننا في المصروف، مشى خسر كلشي باش يبان نهار عيد ميلاد إليمينا. منين وصلنا للفيلا ديالهم بقينا غير حالين فمنا، ترى هادشي بزاف بحال شي قصر. تسنيت حتى جاو الطلاب اللي كيقراو معانا، وعرضت تقريبا على 10 ديال الناس كيف ما قالت لي هي. جمعنا كاملين ودخلنا، جات استقبلاتني وكون غير ما جاتش. كلمه زوينه قليله بزاف في حقها، كانت حشمانه وكتلعب بشعرها وترحب بينا. الجرده كبيره بزاف كلها مزوقه، دايرين واحد البيفي كبير فيه كاع داكشي اللي تقدر تشهاه. حسن وسيليرا استغلوا الفرصه باش يبدلوا الجو وينساو المشاكل ويتفكروا ايامات زمان، ايامات الشباب. اما روبين بقى لاصق فينا كيخنزر فيا زعما باش نمشي ونخليه معاها، واش هذا بصح ولا كيبغيها ولا شنو. درت براسي غادي نقصي، وقفت حدا البيفي وقال لها تشطح معاه، ولكن ما بغاتش. كندور راسي وكنشوف الناس اللي معروضين، الاغلبيه من الطبقه ديال باها كلشي لاباس عليه، اما حنا صحاب الجامعه كنبانهم قموعين من البعيد، يعني مفرزين عليهم. باها لاحظنا ضاغي، جاني الملل ورجعت لعندهم. كنحس بها باغا تفك من روبين، وانا نعيط على اللي كيقراو معانا كاملين باش يجيو باش نعرفها عليهم ونخليها تصاحب مع البنات. وهو يجي لعندنا باها، قال لي شكون هادو؟ قالت لي هادو صحابي كيقراو معايا. شاف روبين وهو يتفكرني انا وياه، قال لي وهادو كيخدموا في لوطيل حتى هما عرض عليهم. حسن شافنا من البعيد وهو يجي حتى هو. سمع خونا كيطيح منا، قال لي مالنا اشنو واقع؟ ياك بنتك هي اللي عرضات علينا، بقاو مني منك والقضيه حماضت. بدا كيقول لنا بطريقه غير مباشره باش نمشيو في حالنا، كيعاملنا بحال الكلاب، وباش نخليو الحفله ديال إليمينا تدوز مزيانه عطيناها الكادوات ومشينا، وهي مقلقه حيت غتبقى بوحدها وسط من الضياف اللي جايين. الاغلبيه عارض عليهم غير باها وامها، كيدويو غير على الفلوس. صيفط ليها ميساج جيتي زوينه بزاف، قراتو وصيفطات ليا ايموتيكون
مخبي وجهه. حسن معصب وكيسب في بات إليمينا وهو وروبين. وسيليرا ركب حدايا وانا كنت ميساجة مع إليمينا وضاحك. قال لي يا شوف ولدي من الأحسن بعدو على ديك البنت إلا بغيتو تبقاو في خداميكم، راكم شفتو بها كيفاش داير. الغد ليه مع دخلنا للوطيل وقفونا، قال لي جاتهم تعليمات باش يجريو علينا. كنت عارف داك بها ما غاديش يخلينا هنايا. مشيت لافاك تلاقيت بها كانت كتبان باكية، قالت لي انا حشمانة ندخل غيكون كلشي مقلق مني. قلت لها من بعد يتقلق ومالكي انت درتي شي حاجة، كلشي من باك، المهم هو انا ما تقلقتش منك. بقات كضحك. سولتها شنو بالك ما ندخلوش ونديرو شي دورة عالمية انا وياك، ما قالتش لي لا. خرجنا طلعنا في الطوموبيل انا اللي سايق وبقينا كنتساراو من بلاصة لبلاصة. حسيت بها فرحانة بزاف، بعض المرات كتبقى فيا وكنقول يمكن هاد النوح اللي قدامها ماشي هو نوح الحقيقي. انا شارب الدواء هو اللي مكالميني كيخليني ناخذ الامور كلها بالضحك. معليش من حقي حتى انا نعيش شويه الحب. عيطات لي جارتنا وقالت لي بلي واخيرا جا واحد يكري مني الدار، ولكن عنده شرط وهو انه ما يديرش كونترا حيت يقدر من بعد يمشي. مع كنت فرحان وناشط وعاد محتاج الفلوس، قلت لها صافي غير خدي من عنده الكرا ديال 3 شهور وعطيه السوارت. قالت لي واش متاكد ما نطلب منه حتى شي وثيقه؟ قلت لها لا بلاش، راه شهر وانا حاط الدار وما كاينش لي جا سول فيها. من مورا ما جا هاد خونا نجريو عليه. قالت لي صافي كون هاني. قطعت معاها وانا كنقول الحمد لله. كمل لي الدواء وعاوتاني مشيت خديته من الفرماسيان. من قلالو الاعراض وليت كنشرب حبه كامله. انا وإليمينا مبقيناش كنتفارقو، ديما بجوج وديما خارجين بجوج بينا. روبين كان باقي كيفكر فيها. واحد المره سولني وقال لي نوح بغيتك فواحد البلان قدام سيليرا. قلت له شنو هو؟ قال لي إليمينا كتعجبني بزاف، ما بغاتش تحيد ليا من بالي. سيليرا كضحك ومشات عن نقاتو. قالت لي كبرتي يا ولدي وليتي كتبغي بنت، نوح خاصك تعاون خوك. واش هذا داوي بالصح؟ انا كان كيحسب لي غير كيضحك ولا صافي نساها. قال لي شنو واش غادي تعاونني؟ ما جاوبتوش حيت كنت خدام مع حسن. حتى وصلني منها ميساج بلي عارضه عليا لدارهم. فرحت ومشيت لعندها. استقبلتني امها مزيان ورحبات بيا، ريحنا مجموعين. حسيت بلي انا وبنتها بيناتنا شي حاجه، واخا ديك الساعه بصراحه مازال ما اعترفت ليها بوالو. دخل بواها وشافني وفهمت بلي كان عارفني غادي نجي. جري حدا مراته مقابل معايا ناري كيفاش كيدير وعلى شوفات عنده، كتحس بيه كيحتاقرك. قال لي ايوا عاود لينا شويه على راسك، والديك فاش كتخدم فين ساكن؟ قلت لي هذوك ماشي والدي غير مربيني، الوالده ماتت والوالد ما عرفتش فين هو. إليمينا بقيت فيها وحتى امها من كانت عندي 12 عام وانا عايش معاهم، رباوني احسن تربيه وقريت وتخرجت. تعلمت الميكانيك من الفوق وليت كنطير فيه. حتى بنتكم تعرفت عليها ملي صوبت لها الطوموبيل. قال لي شنو الميكانيك ناوي تخدم فيه؟ ما غاديش تكمل قرايتك؟ قلت ليه بصراحه لا، بغيت نخدم ونبدا نخطط لمستقبلي حتى انا. قال لي بنتي كنفكر نصيفطها لالمانيا باش تقرا ومن بعد غتخدم في لوطيل اللي غنكتبوا لها في سميتها. ضحكت وقلت ليه حتى حسن ناوي يعطيني المحل ديالو باش نخدم فيه. بان لي راسي بوحدي اللي كنضحك وانا نجمع الوقفه. وقلت لهم فين الطواليت؟ دخلت وبديت كنتزير، صوته كيتسمع حتى لعندي وهو كيهين ويسب فيا. قال لي ها اشنو هاد النوع جايبنا حتى للدار؟ ما عنده لا عائله لا خدمه لا مستوى دراسي. قالت لي ولكن انا كنبغيه، هو ولد مزيان وطريف وكيعاملني زوين، انا مرتاحه معاه. قال لي ها سالينا الهضره وجدي راسك حيت غنصيفطك في اقرب وقت. يديا بداو كيترعدوا. جبت الباكيه ديال الدواء لقيتو ساهله، كيفاش نسيت ما نجيبو معايا؟ خرجت وقلت لهم سمحوا لي خصني نمشي، حسن اتصل بيا خصني ضروري نمشي نعاونو. إليمينا عرفاتني سمعت بلي بواها كيطيح مني، تبعتني على برا عن نقصه وقلت لها ما ديريش في بالك. قالت لي يا نوح مالك كترعد هكا؟ قلت لها لا والو غير وقيل البرد، تصبحي على خير. خليتها وتحركت. واحد السكران دايز من حدايا كيقول لي اجي عاوني، ما بغيتش هو يجي يشد فيا. دفعته وخليته طايح في الارض. ماشي لخاطري، خاصني نمشي قبل ما نصدق دار بشي واحد. رجعت ودخلت، روبين كيشوف فيا وكيضحك. اش كاين تاني؟ من دخلت لقيت سيليرا مريحه هي وحسن ومقلبي لي حوايجي، جابدين دوك الكارطونات ديال الدواء. بدات كتبكي وقالت لي علاش انا وحلاش درتي هكا؟ ياك اتفقتي مع الطبيب باش تقطع الدواء، من امتى وانت كتاخذو؟ قلت ليها عطيه ليا بغيت نشرب حبه وديك الساعه ندويو. شداته ورماته من الشرجم وانا كنغوت. شدني حسن وزدحني مع الحيط. اش كدير ها؟ واش باغي تقتل راسك؟ ما عرفش بلي هاد الدواء بحال المخدر
خاصك تشربو بوصفة طبية ماشي كيف ما قال لك راسك. إيه قال لك الطبيب بلي صافي تعالجتي وما تحتاجش ليه، وانا اللي حساب ليا كتمشي تعاون سيليرا. صدقتي كتمشي لعندها غير باش تشفر الدواء، كنتي كتقول ما غاديش نعيقو بيك ياك. كنت كنكره نسمع صوت الغوات كيفكرني بالواليد. غير بدا حسن كيغوت تعصبت وبديت كنهرس بحال الحمق حتى خرجوا وسدوا عليا البيت. الصباح داوني لعند الطبيب، عاد بديت كنستوعب من مورا ما ضرب ليا واحد البراوكا الماتني. قلبت على تليفوني لقيتو عند روبين. البارح ما عقلتش على راسي ويمكن لحتو، قلبتو ما لقيت حتى شي ميساج وصلني. إلمينا ما اتصلتش بيا، وقيلا اقتنعت بالهضره دباها. خاصني نتقبل انها من طبقه وانا من طبقه. دوا معايا الطبيب وقال لي نبداو العلاج من الاول وجديد، دوك الحصص والتنويم المغناطيسي اللي ما نفعوني في والو، ويعطيني شي دواء جديد باش ندمن عليه اكثر واكثر. صدقت سبيتو وقلت ليه انت ما طبيب ما والو. خرجت من عنده بلا ما يشوفوني وتحركت على برا. كنت مشى بوحدي، حسيت بشي حد مرايا. درت ما لقيت حد، وقيل المفعول ديال داك البرا هو اللي كيدير ليا هكا. شاد تليفوني وكنتسناها تصوني علاش ما سولتش فيا. وانا قاطع الشانطي كانت غضربني طوموبيل، حتى جرني شي واحد بغيت نشوف غير شكون. ما قدرتش، شير الطاكسي ركبني فيه وقال ليها شي حاجه. من بعد لقيت راسي في الدار معايا حسن وسيليرا وروبين. قالت لي يا ولدي خلعتينا عليك، علاش خرجتي من الكلينيك بوحدك وانت باقي دايخ؟ قلت لها سمحي لي ولكن ما بغيتش نبقى تما اكثر، ما بقيتش باغي نتعالج عند داك الطبيب. قالت لي واخا صافي غير تهدن. حسن شاد لي في يدي، كانوا مخلوعين عليا مساكن. اما واحد روبين كاع ما مسوق. غد لي ناعس حتى وصلني ميساج من إليمينا. نط طاير لبست حوايجي وخرجت بزربه. مع وصلت لقيتها كتحط الحوايج في الكوفر. شافتني تصدمات، ما حسيتش براسي حتى عنقتها. قالت لي يا نوح انت لاباس كتبان مريض. قلت لي اه من داك النهار وانا مريض. انت علاش ما قلتيش لي بلي راك غاده؟ قالت لي واش انت احمق، راني صيفطت لك بزاف ديال الميساجات وطلبت منك السماحه على اللي وقع، طلبت باش نشوفك ولكن انت خسرتي عليا كلمه واحده، ما بغيتش نعاود نشوفك. ما تصورش شحال بقى فيا الحال. قلت لها انا راه يومين وانا خارج التغطيه، ما عقلش على راسي، ما كنتش كاع شاد التليفون. قالت لي وشكون غيكون صيفطوا ليا؟ تماك عاد سرات معايا وعرفت بلي روبين هو مول الفعله، باين بلي عرف علاقتي بإليمينا وبغى ينتقم. شديت في يديها وقلت لها ما تمشيش عافاك بقاي معايا. خرج باها معصب وقال لها إليمينا يلا خلينا نمشيو. دارت لعنده وقالت لي لا ما غاداش نمشي، قررت نبقى هنايا. فرحت بزاف وعنقتها قدامه. كنحس بيه ما كرهش يجي ليا ويقتلني. جا لعندنا وقال لي ها واش كتفلي عليا؟ قالت لي غير سمح لي راه كنت مقلقه ودابا ما بقيتش باغا نمشي، غنقرا غير في بلادي. كان كيشوف فيا ديك الشوفه ديال العداوه ولكن انا ما خايفش منه. رجعت للدار وتعمدت نقول لهم على علاقتي بإليمينا قدام حسن وسيليرا. تصدموا ولكن فرحوا. اما روبين بقى فيه الحال وبقى غير كيشوف. وانا دخل البيت وزدح الباب. بدات الحياه كتزيان ليا تاني. خرجت من الجامعه وليت مركز على حاجه وحده وهي الميكانيك. بديت كنتشهر شويه بشويه. درت كارت فيزيت خاصه بيا وبسميتي، كيعيطوا لي الناس باش نصلح لهم طوموبيلات، كل واحد وشحال كيعطيني. المهم وليت داير الفلوس وقاد براسي ومعاون حسن بزاف. اما إليمينا دارت الخطر لبواها وقرات داك التخصص اللي باغيها تقراه. كنحاول نخلي علاقتنا متوازنه. ضربت عامين معاها حتى كملات وتخرجات، وجا الوقت باش تبدا تخدم في الوطيل. كانت متوتره وخاصني نشجعها خصوصا في نهارها الاول. مشيت معاها حتى لتماك، قالت لي خفت ما كنعرفش نهضر. قلت لها ما تخميش انا معاك، منين تكوني كدوي شوفي فيا انا بوحدي. وصل بواها نزل ودخل هو معصب. وخدت سامين باقي ما تقبلش علاقتنا. قال لي يلا راه الناس كيتسناو. ضحكات معايا ومشات. دخلت حتى انا وريحت بعيد شويه. بانوا ليا كاع الموظفين تجمعوا عليها وهي كدوي تشوف فيا. وانا هكاك صونا ليا التليفون، جاوبت سلام انت هو الميكانيك نوح؟ اه هو انا، عافاك عندي طوموبيل خاسره وبغيتك تجي لعندي دابا حيت طحت اون بان. قلت لي واش ما تقدرش تاجلها شويه واحد 10 دقائق؟ راه عندي شي حاجه مهمه. قال لي لا عافاك راه خصك تجي عندي ونعطيك خلاصك مدوبل. شفت حتى عييت وقلت ليه واخا شويه ونكون عندك. قطعت وشيرت الإليمينا اللي كانوا كيصفقوا عليها. جات لعندي وقلت ليها بلي جاتني خدمه على غفله، ما تقلقاش بالعكس فرحات ليا ودعات معايا. تحركت لعندك السيد بالماتيريال ديالي، لقيت الطوموبيل وقصدته. دقيت عليه كان داير نضاضر وبافيت ونعت ليا في الكابو زعما المشكل من تماك.
مشيت هزيت وحطيت الماتيريال وبديت كنفحصها وكنشوف شنو المشكل. شويه سمعت ونزل وجاي لحدايا، قلت لي الصراحه كتبان الطوموبيل ناضيه وما فيها حتى شي حاجه. من درت باش نشوف فيه لقيت وحيد النظاظر والكمامه، واخا حس اللحيه بقيت عاقل عليه وعلى وجهه مزيان. تصدمت وطاح لي الساروت من يدي، قال لي واش عقلتي عليا. في اللحظه رجعوا لي كاع الذكريات الراسي، داك الراجل اللي كان كيخلعني، اللي ديما كان كيجي عند الوالد، اللي دخل كيقلب لينا الدار، عضو الحزب الازرق، واللي ماشي بعيد كاع يكون هو اللي ضرب الوالده وخوتي. غير شفتو انا نجمع داكشي باش نمشي في حالي. قال لي راك كبرتي زعما لوح، تكون باقي كتخاف مني؟ قلت لي انا ما خايفش منك، خايف لا نبقى حداك ونصدق قاتلك. بقى كيضحك وقال لي ماشي انا اللي قتلت لك امك وخوتك، ثق بيا، ماشي الحزب ديالنا هو اللي قتلهم، حنا ما يمكنش نقتلو مرا وليدات صغار. داك النهار كانت هاربه وخايفه وما ردتش البال الطريق والضربات، حنا ما عندناش علاقه. كنت كنتسنى غير امتى نخرج من الحبس ونجي نقول لك هاد الهضره، ولكن كيقولوا الصدفه احسن من الف ميعاد. اش كيخربق هذا؟ شدني ما حسيتش براسي والساروت في يدي، نزلت عليه الراس حتى تجرح وسال ليه الدم. بغيت نعاود نضربوه زيد ديه الفوق وقال لي صافي، كان عارف انت صحح مني، اما انا شرفت والحبس مرضني وخدا مني صحتي. جمعت كلشي، بقى كيضحك وقال لي وليتي واعر مع راسك، فين هو داك الغدار ديال باك؟ عندك عليه شي خبار؟ قلت لي شوف بعد مني، اخر مره تجي لعندي ولا توريني وجهك. الوالد شحال هادي خرجتو من حياتي، بغيتيه يصير قلب عليه. بيناتكم انا خليوني عليكم، واخا خليته ورجعت في حالي وانا مغير. كيبان لي غير الدواء قدامي ناخذو. لا نوح، ميمكنش لك تعاود ترجع للور، عامين وانت قاطع على قبل راسك وعلى قبل اليمينا. دخلت الكراج ديت عليا سعر ديال بصح، كنضرب ونشقلب حتى رونت الدنيا. علاش ما ضربتوش؟ علاش ما قتلتوش؟ هو جا حتى لبين يديا، واخا ما يكونش هو اللي قتلهم، هو عنده يد كبيره في داكشي اللي وقع علينا. حسن جلقاني سد عليا الباب وبدا كيدق حتى حليت له. شافني في ديك الحاله قال لي ولدي شنو كدير؟ واش مقلق؟ وقعت لك شي حاجه؟ تخاصمتي مع اليمينا ولا شنو؟ قلت لي لا ما كاين والو، اسمح لي على هاد الروينه اللي درت، غير تقلقت شويه وصافي. عنقني وقال لي عادي يا ولدي، هذا المحل ديالك ودير فيه اللي بغيتي. مشى وخلاني، بقيت تماك حتى برت، عاد رجعت للدار. ما قدرت ندوي مع حتى شي واحد. الصباح وصلني ميساج عاوتاني، يحسب لي اليمينا ولكن كان منه. شنو بغى هذا عندي؟ قال لي عرفتي لنا فين كاين باك، غادي ننتقم لك منه. مسحته وعاود وصلني ميساج اخر فيه ولكن الا كنتي عارف وخبيتي عليا غتصدم انت وياه. لا هاد الكلب هذا خصني نلقى معاه شي حل. خرج من الحبس غيبقى تابعني ومصدعني، ما كرهتش نصفيها ليه كاع ونتهنى، ولكن خايف على مستقبالي. مورا ما حياتي تقادات ولقيت البنت اللي كنبغي، علاش كيوقع ليا هكا؟ نط كنقلب في المجر، ما عرفتش فين حطيته، كنقلب بحال الحمق. دخل عليا روبين وقال لي كتقلب على هذا؟ كان الدواء عنده. تعصبت وقلت ليه عطيه ليا. قال لي واخا ولكن واش ماشي قطعتيه؟ خطفتو له من يدو وشربتو، ما عرفتش علاش باقي مدمن عليه لهاد الدرجة. تماك عاد تهدنت شوية، وجد ديك العشية عشا زوين، وعرضت على إيليمينا باش نحتفلو بالخدمة ديالها، وفي نفس الوقت بغيت نركب ليها الخاتم. كانت عندنا جردة صغيرة وسط الدار، ريحنا تماك، حطينا الطبلة فيها العشاء، الظلام والشمع، الجو هو هداك. سالي راه كدير السبب اللي نسينا شي حاجة وكتجي لعندنا وتصنت علينا. كنقول ليها صافي غير سيري، وكتبقى تضحك وكتقول ليها كبرتي. دوزنا ليله زوينه بزاف، وفي الاخر جبت الخاتم ولبستو ليها، حتى هي كانت باغا نتزوجو في اقرب وقت ونديرو دارنا ونعيشو بجوج فيها. روبين حل الباب ودخل، عاد راجع وكيبان سكران، بغا تسلم عليه شاف الخاتم في يديها بقى كيضحك. جريتو قبل ما يدير شي شوها، قال لي أمضرة ياك شارب دواك بعدا عليها مهدن. قالت لي اش من دوا هذا؟ عيطت لحسن جا دخلو، ما قدرتش نكذب عليها وعاودت ليها بلي اليوم رجعت للدواء عاوتاني وشربته. عنقاتني وقالت لي هادي مرحله وغدوز، منين غنجمعوا بجوج ما غيبقاش عندك سبب اللي تشربوا بمره. وصلت لدارهم ورجعت للدار على اساس نغوت عليه وانا نلقاه نعس. واخا روب انت الصباح وغنتفاهم معاك. رد ليه مشيت باش نوصل الى مينا، وقفنا في الاوتيل سلمات عليا ونزلات وبقيت حاضيه. نزلت حتى انا كنشوف شي حاجه في الكوفر، شويه كنحس بشي حد حدايا. من درت لقيتو خونا، اش كيدير هذا عاوتاني هنايا؟ واش ولا كيتبعني؟ بقى كيضحك وقال لي لا بزاف هادشي كامل صدفه. واش انت كتعرف ديك البنت؟ ازدحت في الكوفر وقلت ليه تعاود تجبدها على فمك غتحس بسنانك.
ضحك وقال لي صافي صافي غير تهدن، راه راسي بقى كيضرني من ديك المره. انا عندي حساب مع باها مول لوطيل والشركه ديال التصدير والاستيراد، كان هذا هو السبب باش الحزب ديالنا تشد، وانا جيت لهنا باش ننتقم منه. قلت لي شوف حاول تنسى داك الحزب وبعد علينا، واخا ولا قربتي ليا ولا عاود شفتك المره الجايه ما غاديش نعقل عليك. ركبت هو كيقول لي لا نوح ما غاديش نمشي حتى ننتقم، راه حتى باك تآدى بسبب هذا الراجل، هاد الناس هادو دمروا لينا حياتنا. ديماريت وتحركت، خليت ميساج لإليمينا باش منين تخرج تسناني نجي نوصلها. علاش الواليد علاش انت السبب في هادشي كامل؟ انت مشيتي وتهنيتي وانا اللي كنخلص بلاصتك. قصدت الفيلا ديال بات إليمينا مع غنطق، خرج من عند روبن وتصدمنا بجوج بينا. قلت لي انت شنو كدير هنايا؟ بقى كيضحك وقال لي علاش واش ممنوع عليا نجي لهنا؟ وراني الساشي ديال الفرماسيان وقال لي راه وصلت غير الدواء وصافي. باقي شي سؤال اخر؟ مش ركب في الموتور والضحكه ديالو كتعصبني. دخلت لقيتو مريح كيشرب القهوه، سلمت عليه واخا ما كانش كيحملني عكس مراتو اللي كانت باغا تشوف بنتها فرحانه. قال لي شنو كاين علاش جيتي؟ قلت ليه ما عرفتش منين غنبدا لك الهضره، كاين واحد الحزب تشد هادي سنين كنتي معادي معاهم ودابا خرج عضو منهم. لقيتو بالصدفه كيقلب عليه قدام لوطيل، جيت غير باش نقول لك ترد البال راسك. ارمال كاس من يدي وقال لي ما كاينش هذا اللي يقرب ليا ولا يقيسني، واش ما عارفنيش شكون انا؟ انت بعدا فين كتعرف هاد الناس؟ قلت لي حتى الواليد كان خدام معاهم هادي شحال، ما عمرني ما هربت ولا خبيت الماضي ديالي سواء على إليمينا ولا على اي واحد، كنت واضح وعندي غير نيشان. ولكن ماشي ديما كتكون الصراحه في مصلحتك، بعض المرات كتغرقك وتبعد عليك الناس اللي كتبغي. وقف وقال لي وباش غنعرفك انت ماشي واحد منهم اصلا؟ سمعني مزيان، غتبعد من بنتي من اليوم، ما بقيتش باغي نشوفك معاها حيت وليتي كتشكل خطر عليها. قلت ليه واقيلا تسطيتي، انا راه كنبغيها وحتى هي، وما غتفرقنا غير الموت، وقريب غنتزوجوا ديرها في بالك. هز الطبله وقلبها. خليته وخرجت مع الصبح. بنادم كدير مع زوين كيولي يسب فيك، مع الاسف العداوه ديالي معاه غدير لي مشاكل كبيره ديال بصح. حتى إليمينا منين عرفات تقلقات عليه وقالت لي ما يدخلش ليها في حياته ولا غادا تخوي ليه الدار وتخليها. من شافت عصبات بدا كيبرد معاها وعيط وطلب مني السماحه، قال لي غير لحظه غضب وصافي. وانا بطبيعه الحال سمحت ليه، درنا حفله صغيره ديال الخطبه، جمعنا كاملين وهو كيبان ما حاملناش غير داير الخاطر لبنته وصافي. انا نسيت كاع الناس اللي دايرين بيا، كنشوف غير فيها هي قدامي. روبين متكي بعيد كيشرب وكيشوف فينا، بقينا كنشطحوا في الحفله كامله. درت ليهم الشعبي ونشطو مزيان، حسن كيموت بالضحك حيت هو اللي فاهمني. من بعد خرجنا باش نمشيو صايق وكنحس بالطوموبيل ماشي هي هاديك. سولني حسن شنو واقع، قلت ليه ما عرفتش مالها، غديها دابا للكراج باش نشوفها. قال لي خليها ولدي حتى الصباح. ضحكت وقلت ليه اصلا محال واش يجيني النعاس اليوم من كثرة الفرحه. بقينا كنضحكوا، روبين كيف العاده غير ساكت ومدور راسه. حطيتهم حدا باب الدار وقصدت انا الكراج. كيوصلوني ميساجات من إليمينا كنقراهم وكنضحك. حليت المحل باش ندخل الطوموبيل حتى كنتفاجأ بطوموبيلة اخرى كاينه عندي، ما عرفتش كيفاش ولا امتى دخلت لهنا، واش يكون حسن اللي حطها؟ اتصلت بيه سولته قال لي لا ولدي انا اليوم عارفني ما مشيتش كاع. قطعت وقربت كنشوف فيها، كتبان مهرسه من القدام بحال دايره كسيده. كنسمع صوت شي واحد كيغوت، قربت ويديا كيترعدوا. حليت الكوفر كنلقى ولد تكون عنده شي 18 عام مربوط وكل دمايات. تخلعت لدرجة كنت غنطيح بالصدمة. قال لي اعتقني راني كنموت. من بعد غيب، كنفيق فيه وكنسولو شكون اللي حطك هنا وشكون انت؟ هزيته وديته للسبيطار وليت كامل دمايات. دخلت الحمام كنغسل حالتي، شنو غندير دابا في هاد المصيبة اللي نزلت فوق راسي؟ كنهرب من المشاكل والمشاكل حالفة حتى تتبعني. بغيت نتسلس من تماك، عيطوا ليا قال لك تسنى حتى يجيو البوليس. لحق عليا حسن وسليرة وحتى إليمينا، جاو البوليس كيحقوا معايا. عاودت ليهم كلشي وكيفاش دخلت المحل ولقيت الطوموبيل محطوطه تماك، وهاد الهضره كامله بطبيعه الحال ما غاديش تدخل لعقل شي واحد، خصوصا انه ما كانت لا كاميرا لا تلعبه. اتهموني بلي انا اللي دخلت الولد وديك الطوموبيل للمحل، واتهام تاني غنكون تعاونت مع شي مجرم اللي ضرب الولد. كنقول لهم اولاد الناس انا ما عمرني ما شفت هاد خونا وهاد الطوموبيل حتى هي، كنت في حفله وعاد راجع منها وقع ليا مشكل في الطوموبيل، ومنين ديتها لقيت هاديك تماك. مشاو معايا وبداو كيقلبوا، خداو كاع الادله والبصمات، ولكن حتى شي حاجه ما عاوناتني ولا تبتات البراءه ديالي. حتى من داك الولد مسكين مات ليهم بسبب نازيف.
لذلك شدوني وداوني معاهم الى من عيطات المحامي باش يجي لعندي، ولكن والو، عرفت راسي غرقت ومشيت فيها. كتبان ليا 21 عام جبده كتسناني، هما على برا دايرين جهدهم وانا صافي فقدت الامال. داكشي بحال مقصود ومدروس. لا ماشي بحال، راه بصح متعمد وباينه شكون مورا هاد البلان. بات اليمينا وشكون من غيره بغي يدير اي حاجه باش يفرقني على بنته. مورا بزاف المحاولات صدقات لي هاد المره. دوزت تقريبا 48 ساعه منعوني نشوف حتى شي واحد وحتى من المحامي. ما كنتش عارف اشنو واقع على برا. شويه نزل واحد خونا وخرجني، كنقول له واقيلا غيديوني للحبس الكبير. صافي باين القضيه كحله عندي. طلعني ودخلني ولقيت سليرة تماك وحسان، وكانوا كيبانوا مقلقين بزاف. شويه وانا نسمع صوت روبين جارينو هو كيغوت. طلقوا مني، انا ما درت والو. ياك الواليد، ياك الواليد، غدرتو بيا على قبل هذا الكلب. ياك انا اللي كنت ولدكم قبل منه. هو جا وخدا بلاصتي. سليرة مدوره وجهها ما قادرهش تشوف فيه، قلبها كيتقطع. داو نزلوه وانا باقي ما فاهم والو. اشنو واقع؟ شي حد يشرح ليا. قال لي البوليسي عندك الزهر، والديك عرفوا الحقيقه وبلي خوك روبن هو اللي عاون شي حد ودخلوا ديك الطوموبيل للكراج ديالك. قلت ليه كيفاش؟ قال لي شي حد دار كسيده وهرب وسمح في الطوموبيل والولد اللي طايح. وهاد خوك روبن وشي حد اخر معاه داروا داك الولد في الطوموبيل وحطوه في المحل، وانت دخلتي ولقيتيه. وصلنا للتسجيل ديال الكسيده، والوالده ديالك لقات دليل ضد روبن وسلمت لينا في البلاصه. كنحييها على الشجاعه ديالها، حيت ماشي سهل تخسر بين الولاد بجوج. قالت لي دابا روبن شحال ممكن يتحكم عليه؟ قال لي الا اعترف وتعاون معنا غيكون خير. انا متاكد باللي متعاون مع شي واحد اللي عنده يد صحيحه. قلت لهم بات اليمينا انا متاكد باللي هو. قال لي مع الاسف ما عندنا حتى شي دليل عليه، ما يمكنش نديوه غير هكاك. دخلت اليمينا ومعها المحامي وعنقاتني وهي كتقول لي الحمد لله حيت بانت البراءه ديالك. خرجت وبقى فيا الحال من جهه روبن، ما تخيلتش يدير فيا هكا. واخا ما عمرنا ما تحاملنا ولا تفاهمنا، ولكن ماشي لدرجة إصابتني للحبس. ما قدرتش نفرح بالحرية ديالي قدام حسن وسيليرا، ولكن حمد الله حيت خرجت منها. دازو أيام وروبين تشد ودخل الحبس، وكلوا ليه بطبيعة الحال محامي، كيبقى ولدهم ومربيين عليه الكبدة، كيف ما كيبغيوني حتى أنا. علاقتي بإليمينا دخل فيها باه، وما قدرتش أصلا نقول ليها بلي هو السبب. جربت نخليه يعترف ولكن والو، كان ذكي وعارف راسو شنو كيدير. اختار روبن يحصل وياخذ تهم كامله. البوليس باقين كيقلبوا ويبحثوا. قالت لي اشنو بالك نهربوا ونخليهم كاملين مورانا؟ قلت لها ما نقدرش، حسن وسلارة محتاجين ليا، خاصني نوقف معاهم واخا يكون على قبل هذاك اللي باغي يصيفطني للحبس. قالت لي وشنو غنديروا مع الوالد؟ قلت لها غنتزوج وخليه يدير اللي بغى. تشاورت مع حسن وقال لي بلي القرار اللي خديت صحيح، الا تزوجت اليمينا غنزيدوا خطوه كبيره للقدام. صدمناهم وما عرضنا على حتى شي واحد حتى النهار العرس. دخلوا القناة تزوجنا وسنينا على العقد. تعصب وكان غير يبدك الحفلة فوق راسنا، بغى يجرها ويديها. قلت ليه بعد منا اليوم هادي راها مراتي. خليته معصب، الوالدة ديالها فرحات وباركات لينا، اما هو كيقول باللي غادي ندم. خرج وتبعته نازل وانا كنقول لي احسن لك بعد منا. انا راه عارف كنت اللي كنتي مورا البلان ديال الطوموبيل اللي حطيتي ليا في الكراج. روبن واخا هكاك خواف وما يقدرش يديرها بوحدو. قال لي واخا نوح دابا تشوف شنو غادي ندير ليك. يلا غيدور يمشي وهو يخرج قدامنا خونا ديال الحزب. شافو كان غيطيح على وجهه بالخلعة، يعني كيعرفو. قال لي عاش من شافك، لاباس عليك، كتبان باقي صحيح. حيت حنا اللي دخلنا للحبس، صيفطينا اللي تعداو علينا تماك. كاين اللي مات وكاين اللي انتحر وكاين اللي عطبوه، وانت مع راسك عايش بخير ومرتاح مستمتع بالفلوس والعائلة. بان ليا ما هز والو معاه، ولكن كنت كنشم شي ريحة في شكل هادي. ريحة كنعرفها مزيان، ريحة ليسانس. جبد بريكة وتماك عرفت شنو باغي يدير. تمن بات اليمينا تخلع، قال لي صافي وصلت ساعتك الرئيس، غتموت محروق في عرس بنتك. قلت لي هذاك المريض الا كان عندك حساب معاه سيرو على برا، هنا راه كاينين ناس ودراري صغار. ياك قلتي ما كتاديوش الدراري الصغار؟ قال لي منين كان الحزب، اما دابا بقيت غير بوحدي، راني رشيت الدروج كاملين من التحت حتى للفوق. وطلقت الريحة باش ما تردوش البال، غير غرمي هاد البريكة غتشبك العافية. كنغوت وكنقول له لا عافاك، احترمها علينا. جريت بات اليمينا في اخر لحظه، طلعنا كنجري والعافيه تابعانا كتشبك. حتى وصلنا للدار اللي كاريين ودخلنا، كانوا باقيين ناشطين. شافونا ما فهموا والو، حبسوا الموسيقى وسولونا مالكم. قلت لهم راه العافيه شاعله في الدروج كلهم، ما عندنا فين نهربوا، خاصنا نطفيوها قبل ما توصل للدار، حيت حوايجي وشي دراري معروضين حتى هما
اما بات إليمينا بقى غير واقف وداير يديه في جيابه. بدينا كنتعاونوا وكنوجدوا الماء، ولكن ما حليت الباب كنلقى العافيه وصلات عندنا. كان خويو في الماء وهي عاد ما كتزيد تجهاد. بنادم تخلع، حلو الشراجم وحيد الدخان تخنقنا والصهد وكل شي عرقان. شي كيبكي شي كيغوت كيعيطوا للبومبيه. خونا كان ضارب حسابه، حط بوطات صغار عامرين قاس حدا الباب وكان مدرقهم تحت واحد العربه ديال الماكله. غير وصلت لهم العافيه وما يبداو يتفرقعوا. جرني حسان وكل شي تحنا. كنهز راسي كنقلب على إليمينا، لقيت سيليرا معنقاها، الحيط طاح بقوة تفرقيع. بدات العافيه كتدخل علينا وداك الماء ما دار والو، ما تفاهمت تلعبه. كنطل كتبان لي المسافه بعيده باش نقدروا نهبطوا لتحت. البومبيه بقات ليهم 5 دقائق عاد يوصلوا. ديتهم البيت اللي بعيد على الباب، جمعناهم كلهم تماك. بات إليمينا بغا يتخبى، جريتو وقلت ليه كون راجل معانا وعاوننا. حيد الفيستا ديالو كرافاطا وبدا كيخوي حتى هو الماء. تخنقت، الدخان كان كتير بزاف وكيضرك في الريه ديالك وعينيك. كلشي داخو عيا، مشاو ريحو. بوحدي اللي بقيت واقف ومقاتل. وليت كنتخيل الوالده وخوتي معايا وكيضحكوا. اشنو صافي غنموت؟ لا، كيقولوا لي صبر وكمل حيت باقي غادي تعيش. وصلوا البومبيه وطلعوا عندنا، كياخذوا الناس من الشراجم. دخلوا شي وحدين كيطفاو في العافيه. نزلت كنعنق إليمينا اللي كانت خايفه، خليتها مع ما وتحركت كنقلب على داك الكلب. ما غاديش يكون بعد بزاف. صونيت ليه، تسمع تليفونه كيصوني، عرفته قريب. شفتو هو يعلق وانا تابعه. هاد المره والله ما غادي تفلت مني. قطع الشانطي وبقوت ما كنت مركز معاه كانت غتجمعني طوموبيل. تلاحيت وبقيت كنتلوى في الطريق. تضربت مع التروطوار، هزيت راسي كنقلب. لا، ما يمكنش يكون هرب عاوتاني، غادي يرجع يأدينا. لقيته واقف في واحد الدرب قريب من دارنا القديمه، هز يديه. منين نط وجريت لعندو كنتصدم. كان الوالد شاد عليه السلاح، ضحك معايا وقال لي ولدي نوح لاباس عليك، ما تصورش شحال توحشتك. الاخر بقى كيضحك وقال لي واخيرا الاب تجمع بولدو، هذه راها معجزه. قول لي يا نوح شنو الشعور ديالك وانت كتشوف باك لي بسبابه مات سمك وخوتك؟ زيرت على يدي وقلت ليه سد فمك. بقى كيضحك بالجهد، يحسب لي الوالد غير باغي يخوفو حتى تيرا فيه وقتلو في البلاصه. رمى السلاح وقرب لعندي، عفط على الدم، يدي كيترعد وباغي يقيصني. قال لي يا ولدي نوح اسمح لي، ما كنتش عارف غنوصلوا لهاد الدرجه، عافاك غير اسمح لي، انا انتقمت منهم كاملين وهذا كان اخر واحد فيهم. قلت ليه ومن بعد دابا واش غادي ترجع الوالده وخوتي؟ كون كانوا غاديين يرجعوا كون قتلتك انت الاول، حيت انت اللي رميتينا في العافيه. كنت باغي نجي للمدينه غير باش نقرا ونعيش بحالي بحال اي ولد عادي، ولكن انت عمرك ما فهمتيني. دابا مشى الحال بزاف. جاو البوليس كيقولوا ليه هز يديك، هز يديه وجاو شدوه. قال لي عافاك نوح راه كنتعذب. قلت ليه كنتمنى شي نهار نقدر نسامحك، ولكن شكرا حيت عتقتيني. ضحك والدموع في عينيه، ركب معاهم ومشاو. رجعت لعندهم لقيت العافيه طفات، لومبيلونس كدي الناس اللي سخفوا وتخنقوا. بات إليمينا كيعيط عليا. مشيت لعندو قال لي شكرا حيت عتقتي بنتي وبينتي ليا بلي راك راجل، حتى انا خفت وتخبيت، ولكن انت كنتي مخشي وسط العافيه واخا مستحيل تطفيها، حاولتي وكون ما درتي هكاك كانت غتدخل علينا. شكرا. قلت ليه شنو علاقتك بالحزب الازرق؟ قال لي كنت خدام معاهم وفي الاخر بغيت نتهنى منهم، خليتهم يدخلوا كاملين للحبس. قلبت على واحد بيناتهم كيكرههم وعاونته باش يعذبهم، واحد فيهم اللي هربوا هو هذاك. قلت لي هذاك اللي تعاونتي انت وياه راه الوالد ديالي، وانتقم منهم حيت بسببهم ماتت الوالده وخوتي. الحزب ديالك اللي نظمتي خرج لي على حياتي، تصدم وحنا راسو. البوليس جاو لعندنا وقالوا ليه تفضل معانا. بقى كيقول لهم بلي ما دار والو، فين غادي بيا؟ شدوه وهو ما راضيش وكيقول لبنتو عيط للمحامي. منين تبعناه عرفنا بلي روبين اعترف عليه بكلشي، بلي هو اللي اتفق معاه باش يحطوا لي داك الطوموبيل في المحل وتحكم على روبين بشي حاجه خفيفه. اما بات إليمينا كاع الدواسة ديالو المسخين بانوا وغرق، وهاد المره لا الفلوس ولا النفوذ ديالو عتقوه. دخل الحبس اللي فيه اعضاء الحزب وحتى الوالد، ما كانتش فاش فيه، ولكن هذا هو الجزاء ديالو على كاع الناس اللي قتل. كنكتب لإليمينا لوطيل اللي كتخدم فيه وبقات ليها حتى الفيلا، اما شركته والفلوس كلشي تحجز عليه. مشالي بدينا حياه جديده انا وياها. كنت مكمل في الخدمه ديالي والمحل زاد تطور وتشهر. درت شراكه مع إليمينا باش كاع الكليان يتعاملوا معايا، وهكا درنا ثروه ديالنا انا وياها.
روبين خرج ودار عقله، وهذه المرة خرج هو اللي كيخدم في الفارماسيان مع سيليرا وحسان اللي كانوا مفتخرين بينا حيت صالحنا. أما الوالد مشيت زرته مرة وحدة وتسامح معاه، داكشي اللي فيه يكفيه. حياة غريبة وممكن قرار صغير يبدل لك داكشي اللي جاي كامل، داكشي علاش خصك تاخد القرار ديالك بعناية، تفكر مزيان وتوكل على الله. المكتاب هو اللي غيجي لك ومستحيل تهرب منه، ولكن على الأقل كون مزيان وعرف شنو تختار، حيت الله ميزك بالعقل. الخوت هنا كتسالي قصتنا، كنتمنى تكونوا دوزتوا وقت زوين معانا. كيف العادة نشوفكم في القصة الجاية، ومن هنا لتما كنقول لكم تهلاو في راسكم والسلام عليكم.